بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الياسمين، صباح الفل، صباح الخير، صباح النور والورد للجميع. جمعة مباركة وطيبة تحفو فيها قلوبنا ككل يوم، وفي مثل هذا اليوم من كل أسبوع إلى الأقصى المبارك. ونجدد الترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا إلى باريهم، ونحتسبهم مع الصديقين والأنبياء، وحسن أولئك رفيقا. إذن اليوم 98 من طوفان الأقصى، الموافق للثلاثين من جمادى الثانية سنة 45 و400 ألف للهجرة، 12 جانفي 2023. العديد من الفقرات والأركان في انتظاركم. باش يكون حاضر معنا السيد سفيان الشواشي، رئيس الجامعة التونسية للمبارزة. أيضا باش نحكيه على الروبوتيك، رفقة وليدات متألقين متميزين البطولة الوطنية المفتوحة للروبوتيك. باش تكون معنا المدربة حنان العريض. أيضا باش يكون معنا صديق البرنامج رامي الخياطي في فقرة الديكور. أيضا المخرج غازي الأسود باش نحكيه على آخر أعماله، والكاتبة ليلى الدعمي. بالإضافة طبعا إلى الأركان القارة، إلى الروبورتاجات، إلى الربط المباشر، وإلى الإنشاد. وككل جمعة البداية بالإنشاد وبالابتهال. نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الجمعة وكل جمعة وكل يوم وكل وقت وحين بالخير واليمن والبركة، ونصلي ونسلم على أفضل مخلوقاته سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. البداية تكون بالبطولة المفتوحة، بطولة تونس الدولية الكبرى للمبارزة بالسيف، وهذاك علاش، أو للمبارزة هو فما عديد الاختصاصات حتى نحكيه عليها بالتفاصيل. ومعنا سيد رئيس الجامعة التونسية للمبارزة سي سفيان الشواشي. صباح الخير سي سفيان. صباح الخير سي، مرحبا بك. بالمناسبة أنتم عضو لجنة التسويق والدعاية بالاتحاد الدولي للمبارزة، والحقيقة معناها حاجة مميزة أنه تونس تكون مثلة بعديد المسيرين على المستوى الدولي في الاتحاد الدولي للمبارزة بالذات، هكا ولا سيسير؟ صحيح، هي سياسة نحن كمكتب جامعي توخناها عن الحضور بتاع الممثلين بتاعنا لازم تكون في الهياكل الدولي. ونحب نقول رأي المبارزة ممثلة بكدا في الاتحاد الدولي، عندنا 5 أعضاء ممثلين في أي منهم رقم كبير هذا. بما أنه قرابة 200 دولة أعضاء في الاتحاد، أنه يكون من دولة واحدة 5 سما إنجاز معنا. أي فاتت حتى كما تقول فما المدارس العريقة اللي في المبارزة كما في فرنسا وإسبانيا، نحن ممثلين أكثر منها. حتى احنا مدرسة عريقة، نعلموا أولادكم السباحة والرماية والمبارزة وركوب الخيل. صحيح، نعلموا فيهم في المبارزة طبعا. عندنا زاد شخص اللي هو رئيس لجنة التنظيم اللي معناها يشرف على تنظيم الدورات الكل في العالم، سي زياد الفرياني. سي زياد الفرياني أيوه، رئيس لجنة تنظيم البطولات العالمية الكل في الاتحاد الدولي كله يرجعوا له بالنظر في أي بطولة. وذاك علاش رجعنا له بالنظر في جائزة تونس الكبرى، هو اللي قاعد تو يشرف، هو اللي في الصالة موجود. فهمت، كل شيء موجود في تونس. عندنا زاد عضو في لجنة التحكيم سي صالح الفرجاني. عندنا مدام داليا زغلامي زاد في لجنة المبادئ. وعندنا سي فرجاني التبي في لجنة التبية. هذا موجودين 5، زاد موجودين زاد على المستوى الاتحاد الافريقي طبعا، موجودين على المستوى الاتحاد العربي. تونس لجم يقولوا ممثلة، وهذه سياسة توخاها المكتب الجامعي، الدبلوماسية الرياضية. وما أدركم الدبلوماسية الرياضية، والدبلوماسية الرياضية فيها عديد المكاسب الرياضية بالأساس طبعا، والاقتصادية والسياحية وغيرها، والإعلامية والدعائية. وأنت كما قلنا عضو لجنة الدعاية والتسويق بالاتحاد الدولي للمبارزة، حبيت نسألك على المقر نتاع الاتحاد الدولي فين موجود؟ فين؟ في سويسرا، في لوزان. في لوزان في سويسرا، نعم. إذن الحدث هو جائزة تونس الكبرى للمبارزة السلاح الصابر بالذات، وبالمناسبة هي أحدى 3 جوائز كبرى.
الافتتاح مش اليوم، الانطلاقه اليوم. اليوم الانطلاقه. هات فسر لنا شنو الفرق سي سفيان. اول حاجه نحب نقول ريت الدبلوماسيه الرياضيه خلتنا ناخذوا نحن الجائزه الكبرى. علاش؟ نعم. خاطر جاي فما ثلاثه في العالم، كانوا ثلاثه في العالم موجودين، على القاره الاوروبيه في فرنسا، وعلى القاره الاسيويه في كوريا الجنوبيه، وعلى الباقي العالم في كندا. نعم. من الدبلوماسيه الرياضيه العام اللي فات نحن فكيناها. ممتاز. فكيناها وخذيناها. استحسنت الاتحاد الدولي للتنظيم اخي عطاوها لنا، وكانت المره هذه هي دوره ترشيحيه لالعاب باريس 2024. نعم. وما فما ثلاثه اسلحه، فهمت كيما تقول لي بي والصابر والفلوري. نحن الاختصاص هنا صابر سلاح الحاد. نعم. سلاح الحاد هي معناها دوره جائزه الكبرى لسلاح الحاد اناث وذكور. نعم. وهي دوره ترشيحيه لالعاب باريس 2024. نعم. الزمان هو من 12 الى 14 جانبي، والمكان هو القاعه الرياضيه متعدده الاختصاصات برادس. وهو باش نقولوا الفرق تو اليوم. أي. تبدا اليوم 12 هي الانطلاقه، فات التسويات ونهار احد مع السته فما حفل افتتاح صغير. وبعد فما الدومي فينال، نصف النهائي والنهائي. أي. اللي باش يقع تخطيطه ان شاء الله بالتلفزه التونسيه ومشكوره، وهي داعمه للرياضه هذه. العفو، هذا واجبنا. وعندنا زاد لمده ساعتين اون ديريكت اوروسبور، باش تعدي على القنوات الكل الاجنبيه، باش تعرف قداش الحدث هذا طبعا مهم. اذا كان معناها واحده من احدى ثلاثه جوائز كبرى في العالم، الاكيد يعني اوروبا واسيا وباقي العالم، معناها هذه جائزه باقي العالم، الاربع قارات الاخرين ولا ثلاثه، هو فما شكون يعتبر انه معناها فما سته قارات العالم، وفما شكون يعتبر انه ثم خمسه. المهم تحكي لنا على المشاركات، على عدد الدول المشاركه، على ابرز المشاركات، وخاصه باش نحكيو على المشاركه التونسيه سي سفيان. صحيح. نحب نقول اللي سجل فما رقم قياسي تسجل هو حضور البلدان. أيوة. فما 47 بلد. 47 بلد من العالم كامل، خمسه قارات جاءوا موجودين توا في تونس، باش تعرف الاشعاع. نعم. والبعد السياحي للجانب الرياضي. أكيد. 47 فما الوفود اللي جاءوا بالممرنين بالتحكيم بالواحد 452، منهم 331 لعبه رياضي ورياضي. ورياضية. اللي زيد رفع من مستوى هذه الدوره للعشره المصنفين الاول اللي هم ابطال عالميين، العشره الاولانيين في العالم، في العالم في الاناث، التوب 10 معناها، توب 10 موجودين من ذكور والاناث. ذكور واناث موجودين. ممتاز. فهمت باش تعرف الواحد. نعم. اكثر زاد الحضور، زاد الحضور تاع الشخصيات. نحن اليوم للمره الثانيه يجينا رئيس الاتحاد الدولي للمباراه شخصيا، شخصيا يحضر معناها، جاي عنده 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 دوره في باريس، الراب باش يجي تونس وما مشاش لباريس. ايوه. عندي زاده رئيس الاتحاد الافريقي للمبارزه. طبعا. رئيس الاتحاد الامريكي للمبارزه موجود. رئيس اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكية وأمريكا وكندا والكل جاي. نعم. اليوم أمريكا الشمالية. الشمالية. وعندنا زادة عضوة في اللجنة التنفيذية اللي هي فاليشكا من بلغاريا، اللي هي معني عضوة واحد. على وزادة فما رؤساء جامعات دي فيدراسيون معناها أجنبية. نعم. جامعات أجنبية كيما تاع الولايات المتحدة، كيما تاع تركيا، كيما تاع الكويت، جاونا الكل الضيوف عندنا موجودين، يحبوا يتبعوا تونس ويشوفوا. نعم. تونس قاعدة تعمل. طبعا حسن الاستقبال والتنظيم والإيواء والإعاشة ما نشكوش فيه، ما نشكوش، خاطر خذينا جامعتنا عندنا ثقة فيها تبارك الله، من دام الاتحاد الدولي أعطاها ثقة باش تنظم دورة بهذه الأهمية. مش نتاعها. نعم. راهو سي زياد مش راهي مش نتاعنا، راني فكيناها للمره الثانيه. اي اي. المره هذه حبوا ياخذوها، حبوا ياخذوها جماعه امريكا. وفكيناها من عند شكون عاد؟ من امريكا. من امريكا فكيناها. نعم. وكانت فما معناها حديث واحد كيفاش نعطيوها مره اخرى لتونس. اي اي. قالوا لا مش نعطيوها لتونس خاطر حسن التذيه. ممتاز، يعطيكم الصحه. اذا عدد المبارزين تقريبا والمبارزات قداش؟ 331. 331 مبارز ومبارزه. مبارزه اكثر من الدوره اللي صارت في باريس. نعم. والأهمية كما قلت تكمن في أنها دورة ترشيحية للألعاب الأولمبية، هي يعني المشاركات فردية مش على مستوى الانتخاب المنتخبات. لا لا، فردية. نعم. معناها في الجوائز الكبرى هي فردية، في البطولات ولا في الكؤوس العالم يعملوها. نعم. فردية ومنتخبات. مهم هذا التوضيح، كي نقولوا جائزة كبرى معناها مشاركة فردية، كي نقولوا بطولة أو كأس معناها مشاركة على مستوى المنتخبات. منتخبات وفردية الزوز. منا ومنا. قلنا أهميتها أيضا تكمن كونها دورة ترشيحية للألعاب الأولمبية. شكون اللي يترشح سي سفيان للألعاب الأولمبية؟ شنو هو المستوى اللي يلزم يوصل له، ولا معناها
دور ربع نهائي نصف نهائي ولا فما تصنيف ولا نقاط؟ كيفاش عمليه هي فما نقاط؟ ايوه هذه وصلت بيه نكمل باللي كملت. نعم. هي نقاط. نعم. وفي كل دوره يترشح فما نقاط وبعد يعملوا مجموع ويهزوا 16 ولا 45 الاولاني. نحن تو اكتوالمون اللي عندنا زوز منتخبات باش نشاركوا بزوز منتخبات. علاش نحبوا نعملوها في تونس؟ باش نشاركوا اكثر. نعم. نحن باش نشاركوا ب 18 لعبه ولعب على المستوى الوطني. الجامعة التونسية للمبارزة فما المنتخب الذكور فيه 9 رياضيين. نعم. بقيادة فارس فرجاني اللي هو تو حاليا مترشح للألعاب الأولمبية ومع أحمد فرجاني وعنا معناها رياضيين شباب. هذوما أسماء كبيرة على المستوى الدولي في عالم المبارزة. اختصاص الصابر. لهنا نتوقف شوية. معناها الموضوع أكيد يثير اهتمام المشاهد وأنا ديما نحط روحي في بلاسته. المبارز عادة يختار أو يتخصص أو يكون يعني ممارس لنوع بركة سلاح واحد. سلاح من بداية نقولوا احنا بالفرنسية كاريرو يبدأ يختار هم يعملوا فما معناه يشوفوه. أي. ويقاو فما هو يشوف روحه زي ويشوف روحه فين يلقى روحه خير في. نعم. الواحد في السلاح. إذا احنا نحكيو على الصابر. الصابر. نعم. عندنا زاد لي بي وعندنا الفلوري. نعم. فهمت موجودين. فارس فرجاني معناها تلجم كان الرانكينج نتاعو 13 في العالم. ثالث عشر عالميا. ثالث عشر عالميا جوست إصابة صغيرة. أي. العام اللي فات ورجع وتوا راجع طالع. معناها ممكن لولا الإصابة راهو كان في مراتب متقدمة وراهو من 16 الأولانيين. هو حتى كيشارك في في الألعاب الأولمبية في طوكيو كان التصنيف نتاعو 13. معناها. نعم. تصور 13 على 562 مدارس عريقة كيما فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين وكل شيء. عندنا تونسي ما بين 13 الأولانيين. ممتاز. إذن الترشح أو التأهل للألعاب الأولمبية باريس 24 بالمجموعة النقاط ولا بالمجموعة تاع النقاط. وعنا زاد المنتخب تاع إناث باش نقول اللي هما اللي يبداو اليوم في التصفيات نتاعهم بقيادة ياسمين دخفوس. نعم. زاد هي فما فرصة تلجم تترشح هي زاد للألعاب الأولمبية. نفس المجموعة نفس النقاط يعني بالنقاط وهي تركتها. شروط تنطبق على الذكور كما الإناث. بطبيعة مشاركتنا مش مقتصرة على نتصور على بطلاتنا وأبطالنا الرياضيين والرياضيات فقط. الحكام أيضا فما مشاركة. فما مشاركة في الحكام. عندنا 5 حكام. وزاد فما حكم راهو خذ الجائزة الأولى خرج الأولاني هو أيوب الفرجاني. في عائلة الفرجاني وكلهم في المبارزة. هي شوف اي ايفيكتيفمون هي فرجاني فما لي بسباس فما ايناس بوبكري فما بن شعبان مو تعرف هو سي تان سبور تاع دي بارون لو كيما حتى السباحه وكل شيء فيه اللي هو معناها لازم الوالدين واقفين فيه التضحيه اللي واقفين عليهم وكل شيء خاطر صعيب راهو. نعم. كيما التنس راهو معناها. صحيح. هو معناها تقول اختصاص راهو المبارزه وراه فيها فنيات برشا كبيره برشا. صحيح. فهمت دونك موجودين هما عائلات اما راهو ساعات فرجاني وفرجاني ما يكونوش مع بعض. هذا توا صحيح. هذا ايوب الفرجاني كان قبل ان شامبيون. أي. ولا معناها حكم. نعم. فهمت واحد عنا إيهاب عنا إيهاب الشعبان حكم زاد عنا عنا عديد من الحكام موجودين. نعم. 5 قلنا سي سفيان العكاري أمين العكاري. أي. وهذا موجودين هم بشي حكموا عندنا 5 توانسة بشي حكموا. ممتاز. في الدورة هذه قلنا 3 أيام اليوم 12 وغدوة 13 وبعد غدوة 14. لو كان تعطينا بعض التفاصيل على البرمجة شنو بشي يصير اليوم شنو فما غدوة وبعد غدوة بعد غدوة. عطيتنا لمحة صغيرة. على حفل الاختتام اللي هو 6 مساء دائما بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس. اليوم إناث باش يعملوا التصفيات به غدوة الذكور باش يعملوا التصفيات. في الفينال نبداو بالتابلو 64 مو فما دي تابلو يبداو معناها تابلو 64 64 مبارس باش يبداو حتى يبداو يلعبوا مع بعضهم حتى النص 64 32 16 8 4 2 بطل بعد 3 على البوديوم. ايوه. ونهار الاحد علاش نقولوا اللي هو الحفل الافتتاح قبل انطلاق الدور النصف النهائي والنهائي فما معناها ان سوريموني دوفرتور وبعد يقع البث مباشر افيك دي كومونتاتور جايين من برا وعندنا دي جورناليست جاو من برا وموجود على لايف معناها في المباشر في لور سبور. الجانب الرياضي مهم كما قلنا في بدايه اللقاء معاك ولكن احلتنا توا كي قلت معلقين من برا واورو سبور مثالش نذكروها باش تعدي معناها على المباشر. ايضا الجانب الدعائي ونذكر انك مره اخرى عضو لجنه الدعايه والتسويق بالاتحاد الدولي للمبارزه. الجانب الدعائي، الجانب السياحي، الجانب التسويقي الترويجي الاقتصادي مهم جدا في مثل هالدورات. نحن بالنسبه للجامعه. نعم. جامعه التونسيه المبارزه بالخاص راني انا وقت نعملوا دورات نعمل مقاربه فيها. أي. لازم تكون مقاربه رياضيه بحته فقط. لازم عندها ابعاد سياحيه
باش نروجوا للايماج تاع بلادنا، نعم. باش يعرفوا بلادنا مزيانه محليه توا العالم 47 بلاد راهم العالم كامل. جايين باش يشوفوا تونس، جاو للمره الثانيه ويشوفوها والناس الكل يحبوها، البلاد هذه باهيه طيبه، عباد استقبلوها، راهي تونسنا حلوه برشا. تعجب القريب والبعيد. والاقتصاد زاد، انا كي نخدم الوتله وخدم الترونسبور وكل شيء توا عندنا معناها العباد اللي موجودين، فما زوز نزول موجودين، كل حركه اقتصاديه موجودين، نحركوا البلاد ونعاونوها، فما ثلاث ايام ارادس ستستقبل العالم. اي بالضبط، مهم الشعار هذا. رادس من وحي اللحظه هذا السؤال. والله من وحي اللحظه. بارك الله عليك. رادس تستقبل العالم. التوقعات قلنا نتوقع انه البطل فارس الفرجاني. الفرجاني ان شاء الله ان شاء الله يكون في الصداره، في على كما تقول انت على البوديوم في المرتبه الاولى. ايضا التوقعات ربما تصير مفاجات ايضا على مستوى اللاعبين التوانسه. بالطبع اللاعبين فما مفاجات لازم تصير، نحن فما احمد الفرجاني نجم واحد، ياسمين دخفوس الحزامي، هذم رياضيين نجموا يعملوا يخلقوا الحدث، خاطر راهو حضور. نقول لك انا العب معناها دي شامبيون دي موند دي شامبيون اولمبيك من زوز موجودين، معناها سامي كبار موجودين، 13 لبنانيين الكل موجودين يا ودي، موجودين كل موجودين الكل هم لسامي، ريت لو موند ديسكريم لسامي الكبار في نعم. في سلاح الحاد موجودين، عالم المبارزه كله مجسم في رادس. في رادس نعم. والله العالم المبارز وان شاء الله زاد حتى فما تنجم تصير دي سوربريز، زاد عباد يبداو حسب معناها موجودين في الترتيب الاول، ولازم العباد يسبقوهم راهو خاطر هذا ما تعرف نعم. معناها على توش كل على كل مباراة وحقيقتها. على ذكر التوش فما يعني دقة كبيرة ياسر، ربما مش معناها بالسهولة والبساطة واليسر اللي يتصوروه المشاهدين. لا في الواحد الاكسيون مش بسهولة، فما فيديو داربيتر كي الفار بالضبط. انتم عاد اول من عملتوا الفار معناها قبل برشا من كره قدم، تلمس السرعه موجوده، لمسه بحسابها، لمسه بحسابها نعم. بعد هالبطوله اللي نشعر كوني بدايه موفقه وللمره الثانيه على التوالي وناجحه، وتقريبا ثلاث ارباع العالم عنا، لانه كما قلنا فما دوره مفتوحه او جائزه كبرى في اوروبا وفي اسيا، واحنا باقي العالم باقي العالم نعم. فما استحقاقات اخرى في المستقبل، والجامعه عادت لها العده اكيد. اي فما التحضيرات تو العدد الاولمبي، زاد اولادنا تو باش يشاركوا في دورات اخرى موجودين في بلغاريا، في بولونيا، في معناها برشا محطات موجودين، وهذه زاد معناها هي دوره ترشيحيه توفى في افريل. وقتها يصير الكونتاج والعاب البحر المتوسط للشبان على الابواب، زاد البحر الابيض المتوسط باش نشاركوا فيها مشاركه للصنف الاوسط. اي صنف الاوسط، اي صنف الاوسط موجودين. لا لا باش معناها موجودين، نحن حاضرين وان شاء الله نواكبوهم، وان شاء الله هي سياسه تشبيب راهو عملناها راهو بعد ما خرجوا ابطالنا كما نسبوا بكري ساره وعزه بسباس نعم. اميره بن شعبان، هذوما اسامي كبار بنات وهزوا صوره تونس موجودين. توا الجامعه قاعده تقوم بتشبيب العناصر نتاعها وان شاء الله يخرجوا منها ابطال اخرين. العاب البحر المتوسط باش نشاركوا في السابر في اسبانيا من 15 ل 17 جانفي اقل من 20 سنه. وثم في الاختصاصات الكل في الجزائر، في الجزائر ثلاثه الاختصاصات صارت لي تروزار، معنا لي تروزار، معنا لي تروزار موجودين، هي معناها دوره ترشيحيه زاده للواحد. اما في الثلاثه اصلا ثلاثه اختصاصات، ثلاثه اختصاصات في افريل القادم. اي في افريل القادم وغادي نعم. توفى الدورات كهو معنا نعم. الباقي نعم. تمنيتنا لكم بالنجاح والتوفيق، يعطيكم الصحه ان شاء الله. يعني عمل موفق قمتوا به، ما زلتوا تقوموا به. ذكر أنه الموعد ابتداء من اليوم مع جائزة تونس الكبرى للمبارزة سلاح الصابر، اليوم الانطلاقة، وتتواصل المجريات متاع البطولة هذه على مدى ثلاثة أيام، اليوم 12 وغدوة 13 وبعد غدوة 14 بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات. برادس مشكور سي زياد، خلي كلمة الختام تفضل. سي زياد دعوة للجماعة الكل باش يجيو، راد الدخول مجاني، يجيو شوفوا تونس، شوفوا رادس في ثوبها تاع المبارزة نعم. وكيفاش ثوبها العالمي، العالمي ثوبها نعم. العالمي. مرحبا بالناس الكل، انت مرحبا بك سي زياد، شكرا على الاستضافة. هذا ابسط تواجد، شكرا على الاستضافة، خاطر لو سبور انديفيديوال لازم المواكبة العالمية، ونحن ديما نقيل المساندة تاع التلفزة التونسية الداعمة من غير ادنى شك،
وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين، وإن شاء الله ديما متألقين، وإن شاء الله ديما المبارزة في الطليعة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي. بارك الله فيك الأستاذ سفيان الشواشي رئيس الجامعة التونسية للمبارزة. ما زلنا مواصلين في الفقرات والأركان القارة والربط المباشر والاستضافات والعناصر المسجلة والأنغام أيضا. فقرتنا الأسبوعية القارة كل جمعة اللي نخصوها للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والديكور مع المهندس المعماري والمدرس بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير رامي الخياطي. صباح الخير رامي. صباح الخير زياد عسلم. ظهر لي رامي كل مرة معناها تكتشف لنا رقم قياسي أقوى من الفارت على مستوى صغر المساكن والمنازل، والخاصية دي تنجم تكون كان في الشرق الأقصى، معناها الشرق الأقصى نقولوا احنا من الهند الصينية فيتنام وما جاورها وانت ماشي هكا ولا. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. كما قلت احنا الجمعة اللي فاتت كنا طرقنا الموضوع فيديو انا شفته. نعم. على اصغر شقة في اليابان. اي فقلنا تفهمنا انه باش نحكيوا عليها اليوم شوية. اي مش بناخذوها كمثال، ولكن لا ناخذوها كمثال لانه الشقق والمساكن عمال وانت صغار في تونس لأسباب مادية بحتة بالأساس، وإحنا نستهدفوا الفئة متاع الشعب الكريم اللي من أمثالنا اللي كارين الدويرة على قدها وبرا، معناها كي حالي وحال غيري. هذاك علاش مهمة الفقرة متاعك. أي هو فاش باش ناخذوها، معناها باش ناخذوها هي كمثال، لقيت ما أصغر منها أصلا. أي. معناها أي. كذلك في اليابان. نعم. وباش ناخذوا معناها لي نورم احنا نقولوا اللي لازم نبنيو بهم، معناها في المساحات في العرض وكل. هذا هو. هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم. ايوه. فقرتنا. دونك نبداو بها. باش نبداو؟ نبداو باش بالشقه الصغيره هذه الاصغر. ميني شقه هذه. ميكرو شقه. ميكرو شقه، ميكرو شقه مش ميني، اصغر من ميني. دونك نشوفوا الصوره. أيوة. الاولى. نعم. ها هو امامنا. اي. هي شقة في أرض معناها 9.2 متر، معناها صغيرة على الأخر. 9 متر و20 سنتيمتر مربع. هكا هكا. ثلاثة طول في ثلاثة عرض. ومثلثة زاد هكا كيما راهو معناها. أي. في البلون. هي. نعم. جاية معناها في أونجل نتاع زوز نهوجة. أي. وتمتد على 5 طوابق. أنا عجبني البلان هذاك، كان تهزوا البلدية يعطي رخصة فورا. بالوقت. نعم. أيوة. تعمل لي مشكلة. تو نهار من نهارات رامي نحكيو على مشكلة الرخص ومشكلة البلديات، خاصة أنك معناها بالإضافة إلى كونك مهندس معماري كما قلنا، إذا متقري في الفن هذا يعني الاختصاص نتاعك أشمل من الهندسة، وإن كانت هي حاجة صعيبة ياسر لأنك مؤتمن على أرواح العباد وعلى البنية التحتية وعلى كل ما له علاقة بالبناء والتعمير، ولكن أنك تدرس هذا يعطي الإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه للمشاهدين. أيوة. إذن البلانات الثلاثة هذوكم هم 5 معنا اخترت 3 معناها. أيوة. خاطر يشبوا الأخرين وكل. أيوة. يعني بصفة برقية نحكيوا عليهم. أيوة. عنا هنا مثلا اللي هو دروج ميخو أكثر من نصف المساحة، اللي هي قلنا الكل في كل مساحة جملية 36.2 متر مربع. نعم. معناها اللي احنا في تونس اليوم اقل بيت فيه غرفه. نحكيه على معدل نتاع 60-65 متر مربع، معناها فما اقل فما اكثر. قلت انا ديارنا معناها الشقق نتاعنا صغيره وضويقه خاصه في المدن الكبرى، ولكن مش هذا الصحيح. صحيح انه ثم مساحه لكن احنا ماناش عارفين نستغلوها هكا. نعم. هو هناك كيما قلنا كي نرجع معناها يعني الدروج ماخو شطر المساحة، وهي معناها أصلا الشكل معناها مثلث. أيه. ما يساعدش في التصميم. شغال عنا هنا معناها مكان صغير في على اليسار معناها اللي هو. أيه. الغرفة واللي نشوفوها السيد واقف في وسطها معناها ما يكفيه، أكبر معناها عرض عنده زوز. نعم. متر ونص ما يكفيه. هذا لو كونتر إكزامبل رامي لا. أيه. هذا كونتر إكزامبل معناها هذا المثال الذي لا يحتذى. لا يحتذى خاطر كما قلنا معناها اني قلت لك معناها ضاع برشا في السيركولاسيون اللي هو الدروج وكل فهم وحتى الشكل معناها الهندسي ماهوش. نعم. ولكن بون هما خاطر الارض موجوده وحاولوا يستغلوا. بناء على الشقه هذه الغريبه والعجيبه شنو نجم نقولوا في السياق هذا في الاطار هذا؟ النجم نقولوا اللي في معناها كما هو 36 متر مربع نجموا نعملوا احسن. طبعا. هو البناء العمودي منصوح به.
ولكن في مساحه صغيره مش مصلح به خاطر عندك السيركولاسيون بشكل برشا معناها التنقل بين اللي هو الدروج اجزاء البيت. اي فاحنا قلنا قبل معناها كل ما هو يعني مكان معناها اسباس نستغلوه للسيركولاسيون نجمو نقولوا كومبارتيمون هكا نجمو نقولوا اي نجمو نقولوا نحاولوا نقصوا فيها مساحه التنقل هذه السيركولاسيون. دونك اليوم باش نحكيو على النورم نتاعهم نبداو معناها من البيبان اول حاجه معناها كي نحكيو دار معناها اللي عنده مسكن يعني معزول نجم نحكيو على باب الكراج اول حاجه البيبان عندهم معناها مقاييس معينه باب الكراج اول حاجه نجم يكون بين من 2 متر حتى 3 متر وهو معناها منصوح به 2 متر ونص حتى رامي انا يهمني الموضوع بشكل شخصي نتوقف لهنا. انتم طبعا في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير تقريوا الضوابط المقاييس العلميه لنورم علاش في معظم بناءاتنا ماهيش معتمده رغم اللي مفروض قانونيا انه الانسان يجيب مهندس معماري يعمل له بين ظفرين بلان معناها مخطط هندسي نتاع البيت ولا الشقه ولا اذا كان باعث عقاري ولا مقاول ولا نايب عليه ربي وباش يبني دويره اللي هو يمثل واحد في العشر الاف من الشعب التونسي. ولا يعطيك صحة زياد على طرقت الموضوع مهم برشا. اي قوس ونغلقوه يمكن نخصوا له فقرة كاملة في ان شاء الله خاطر باش ما نمتدوش معناها ولكن انا نحب نقول حاجة واحدة معناها احنا لي نورم منين نجيبوهم معناها نجيبوهم من معناها من القياس نتاع الانسان نقولوا معناها متوسط اللي طوله متر وسبعين يعمل مانيكي حل يديه عرضه 60 وكل ما همش معناها معدل طول الإنسان ووزنه الإنسان عموما معناها التونسي اي توصل مثلا الهولندي ولا سكندينافي اكثر شويه ولا شعوب اخرى اقل شويه احنا نقول متر و70 نقول باش يدخل الصفوف قوات الامن الداخلي والجيش مثلا فنختاروا احنا لي نورم هذوما اللي باش نحكي عليهم الكل كلهم على احساس على هما كلهم معادلات تنجم تكون اقل شخص معناها في معناها اصغر من الصغار وتنجم تكون اكبر شخص مثلا طويل ولا حاجه لحتى الصغار في العمر ولا معناها مش كان فهما معادلات حسب القياس هذا ما همش معناها اعتباطيه معناها نعم صحيح دونك فمن ذلك هذاك علاش مثلا حكينا على باب الكراج نحكيو زاد على البيبان البيبان عنا باب شفنا الدار. صور اي عندنا باب الدار اللي يكون مترو معناها على اي عرضه لازم يكون مترو على 2 متر 15 في المعدل علاش المترو هذا على خاطر عندنا الباب الدار أو مش نستقبلوا به لازم يكون ما اكبر وثانيا عندنا زاد اللي هو باش ندخلوا منه معناها الباب مثلا وكل فلازم يكون مرتاح شويه من الملاحظه انه معظم ابواب الشقق اللي في العمارات اقل من مترو توا ولاو مترو معناها رجعوا كيف حكيت على الرخص اذا كان يحترموا معناها ما هو اذا باش يطلب الرخصه وكل في معناها باعث عقاري باش يطلب معناها الرخصه فما نقطه استفهام بين الواقع والرخصه والقانون اللي تعرفوا الكل هذاك معناها اي وهما تاو حتى زاد البيبان هذوما نتاع الخارجيه معناها خاصه المعزوله معناها كل على السرقات وكل ولا تتباع معناها تتشري حاضره في معناها المقاس هذاك عندنا من بعد بيبان الغرف بيبان الغرف يكونوا بصفه عامه 90 على 2 متر 15 معناها يقول قايل علاش 90 كيف كيف عندنا المبل ولكن اقل معناها وكل وعنا بعض اللي ما اقل منهم هما بيبان غرف الاستحمام ولا معناها اماكن التخزين ولا اللي هي اقل وما فيهاش مبل باش يدخل وكل هذوك ينجموا يكونوا بين 75 و80 معناها المقاييس والابعاد نتاع الابواب حسب ما يمكن ان يتم ادخاله الى تلك الغرفه ولا الجزء من البيت اي هذا هو معناها وفما بطبيعه كان نحكيو على عماره ولا مكان عمومي معناها باش يكون باب نتاع متر 40 اللي دخل معناها زوز فردات وكل فهمت باش يدخل هذيك تدخل معناها فما نحكيو وقت على النورم نتاع الحمايه من الحرائق معناها لازم يكون المينيموم متر 40 معناها باب نتاع باش يدخل المجمع السكني ولا مكاتب اداريه ولا حاجه للوقت الحمايه من الحرائق نجموا نخرجوا معناها وكل فهمت دونك هذه من الحاجات اللي النورم الاخرين نستعملوهم في البيبان وخلاف البيبان نجموا نحكيهم بعد دخلنا المكان نجموا نحكيهم بعد على الكلوارات
الأروقة. الأروقة. نعم. الأروقة في المساكن، مانيش باش نحكي على الأروقة في العمارات ولا تختلف، خاطر هذوك متر 40 لازم. طب نحكيو في المساكن. في المساكن لازم متر 10. كيف كيف علاش؟ على خاطر هو تقول لي أنت قلت لي الباب الدار متر يدخل مبل، أي أما في رواق عندك باب بيت على اليمين وعلى اليسار، فباش تنجم تدور المبل هذاك لازم يكون مينيمم أنه يكون متر 10، وبصفة عامة الأروقة طويلة. إذا صحيح. أنت باش تصغر وكل فهمت، باش تعطيك إحساس اللي هو أطول معناها. فمتر 10 تكون مرتاحة، ينجموا زوز أشخاص، واحد يمشي واحد يجي، ونجموا وقت عندنا مبلغ باش ندخلوه نجموا ندوروه، حتى كان نعم. الباب نتاع الغرفة 90 وكل تعرف مبلغ باش يدور، من أعظم المشاكل اللي فكرتني في التخطيط العمراني نتاع المدن العربية القديمة، يعني الزقاق أو الممر أو النهج يقيسوه بزوز جمال، لأن وسيلة نقل البضائع الأساسية هي الجمال، زوج جمال واحد ماشي واحد جاي، وعلى وبالحمل نتاعو الجمل طبعا، ولا ما يسمى بالعديله ولا الشاريه ولا غيرها، بك القياس هذاك هو ذاك عرض النهج معناها كما نشوفوا في المدينه العربي. ها معلومه ممتازه. انا شفت كل مره لانه علاقه وطيده بين المخطط العمراني وبين البلونات ولا المخططات نتاع المنازل والبيوت هكا ولا. نعم. ديما كما قلت لك معناها نقيسوا على الانسان طبعا، وبعد في حاجات اخرى طرقات على السيارات وكيما أي. وسيارات الحمايه وكل هذوكم حاجات اخرى. نعم. لكن جوست قوس بسيط، انا شفت صوره الجمعه اللي فاتت زاد عجبتني برشا، في هو درج خارجي في كيما مدينه عربي ولكن في البرتغال. ما جبتها لنا ولا الصوره؟ لا ما جبتهاش. اي مره جاك تعجبك صوره جيبها لنا، فرجنا فيها معك. اي هو دروج ضيق على الاخر وكيما نقولوا في المدينه نتاعنا ولا حاجه، ولكن يعدي عبد برك، فعاملين كل فو يعني باش تنجم تتحدى وكل ما. قلنا الكلوار والرواق متر 10 ما اقل. متر 10. نعم. بخلاف الكلوار نحكيهم بعديك على الدروج وما ادراك الدروج. الدروج راه من اكبر المشاكل اللي العباد معناها يعملوا فيها بطريقه غلطه، معناها خلينا نحكيو على النرم نتاع الدروج معناها. اولا عرض الدروج. كي نحكيو احنا دروج مثلا مستوي ماشي طول وعنده بجنبه فما نقولوا فيد وكل فهمت اي فراغ هذاك نجموا نقصوا فيه حتى المترو. ولكن اذا كيما نشوفوا في الصوره هذه معناها الدروج معناها يدور، دونك ديما نخمو في نفس الحكايه انه باش ندخلوا مابل ولا باش حتى باش نخرجوا انسان مريض ولا لازم ديما يخمم فيهم الحاجات هذوما. عامه ما نقراوش حسابه في تونس، ما نقراوش حسابه، في هذاك علاش ماذا بينا يكون عندنا متر 20 معناها نحكيو في منزل معناها ديما كما قلنا في كي نحكيو على فضاء عام معناها ايمابل متر 40 على الاقل. عماره قداش؟ على الاقل متر 40. متر 40 هذه شروط الحمايه المدنيه. صعيب ياسر هذه باش تلقاها تبقى في تونس. هي الحمايه المدنيه تطلب هكا باش كيما قلت لك زوز اشخاص. احنا في تونس ما شاء الله علينا نضربوا عرض الحائط بالبلان نتاع المهندس المعماري اللي قاري 7 سنين بعد البكالوريا، وبالحمايه المدنيه وبالناس الكل ونبنيه وما شاء الله الامور ماشيه كيما جات. ولكن هذه فيها خطر على السلامه طبعا، فيها خطر اكيد معناها ماهوش حكايه راحه كها، ولكن نعم. حكايه ظروف سلامه حتى مخاطر امنيه حرائق وغيرها. اي هذاك نعم. علاش معناها والدروج بخلاف معناها عرضه فما حاجه مهمه انه قداش باش نطلع وقداش باش نمشيو، فاحنا نسميوه الدرجه معناها. الدرجه ماذا بينا تكون بين 15 و17.5. مش تلقى في مثلا في البني القديم نتاعنا البلاصات، خاصه البني الايطالي اللي في وسط تونس العمارات تلقى اعلى برشا، ولكنها مش مرتاحه معناها. صحيح. احنا نحبذوا تكون 16 سنتيمتر معناها. معناها الدرجه هذاك المعدل المثالي ماذا بينا معناها. تلقى ساعات 15 تلقى 17.5، ماذا بينا ما نفوتوهمش هذوما. وكيف كيف زاد كي تبدا اقل من 15 وكل ماهيش مرتاحه، خاطر كما قلت لك محسوب على خطوه الانسان. كل طفل صغير يمكن تساعده، من كبير باش يحس ساقه طلعت شويه وكل فهمت بالضبط، مع خاصه برشا درجات معناها كاين درجه واحده تتعدى. والعرض الدرجه يكون بين 28 و32، هو المتوسط هو 30 سنتيمتر معناها كل فهمت. نعم. بعد الدروج نجموا نحكيوا على حاجه اللي مش موجوده برشا في المنازل ولكن في الاماكن العامه اللي هي نخدموا بها اللي هي الاسانسور. المصعد. المصعد. سامحوني على عباره لانه بالحق برشا مشاكل على المصعد، اللي ما عندوش مصعد واللي مصعد معطل واللي النقابه نتاع العماره ما خلصوهاش، اذا ما استقدمتش اختصاصي باش يصلح المصعد وقص على ذلك.
هذا هو المصعد احنا علاش تخلق معناها في الاساس هو تخلق باش نجم ننقلوا للاصحاب حامل الاعاقه معناها نعم اللي هما يمشوا في شاز غولونت صحيح فالحساب المصعد المينيموم يتحسب على معناها المعدل على حساب انه نجم ندخلوا كروسه كما نقولوا احنا معلومه مهمه هي هي معناها باش يبدا عبد معناها قاعد في كروسه وينجم متسقي لازم على الاقل 70 سنتي على متر 30 فالمصعد لازم يكون على الاقل من داخل راني نحكي مش من برا نحكي من برا لازم يكون على الاقل معناها معناها متر 30 على متر خليه هذاك 30 باش معاه شكون معاه باش يطلع معاه ولا حاجه هذايا من مرافق داخل على الاقل يعني مرافق كرسي على المتحرك وطبعا من ذوي الهمم اللي على الكرسي ومرافقه ومرافقه وهذا كما قلنا المينيموم يعني في حد تختلف في مثلا في المساحات وكل لازم يكون على الاقل صحيح. ولا المستشفيات لازم على الاقل 2 متر 20 معناها باش ينجم ندخلوا دخل برونكا سرير سرير متحرك هذا هو واليوم زاد كيف كيف يعني في العمارات معناها هو مشكل ما نحبوش نطرقوا له برشا ولكن لازم نحبوا نطرقوا كان المشاكل باش نسلطوا عليه الاضواء ونلقوا له حلول اليوم تعرف في سكن في بيان انا نحب نطرق للمشاكل مثال شيء لا هو مهم والله باش نحكي أكيد. عليه اليوم الناس كل توجهت العمارات وكما قلت سيد معناها ما عادش يقدر ولكن عندنا مشكل وقت اللي توفى لنا حد ربي يحفظ الناس الكل صحيح صحيح مشكلة يتعذبوا باش يلقاو كيفاش باش يخرجوا صحيح فاليوم معناها من اللي نورم جدد انه الاسانسور ينجم يكون يتحمل باش نخرجوا معناها انسان ولا مريض ولا توفي لازم يكون معناها ما يكونش معناها جوست انسان واقف معناها بالضبط انسان في حالة استلقاء او استرخاء لا قدر الله في أي حالة من الحالات اللي ذكرتهم رامي مشكور يعطيك الصحة ما تنساش التصاور إن شاء الله. كل وين ترى تصويرة تعجبك المرة جاي جيبها لنا خل نشاركوا لذة اكتشافها مع المشاهدين فقرتنا الأسبوعية القارة للديكور والهندسة المعمارية والتعمير والتخطيط والتصميم الداخلي معك رامي الخياطي المهندس المعماري والمدرس بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير شكرا مرة أخرى مازلنا مواصلين مع الاستضافات مع الأنغام مع الربط المباشر مع الفقرات والأركان الأسبوعية القارة محمد عساف حملنا على جناح وجناح الفن إلى رام الله وقلوبنا تهفو إلى جباليا وإلى غزة وإلى جنين وإلى بيسان وإلى عكا وإلى يافا وإلى حيفا وإلى كل ربوع فلسطين من البحر إلى النهر قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأفئدتنا وأنفسنا معهم بما أوتينا وذلك أضعف الإيمان من الفقرات والأركان القارة فقرتنا الأسبوعية مع الحرفية الفنانة اللي كل مرة تمتعنا بالحقيقة إبداعات مميزة السيدة أنيسة الروابح صباح الخير سيدة أنيسة يعيشك صباح النور لك أنت وكافة فريق العمل والسادة المشاهدين صباحكم فل وياسمين وورد وورد ورحين. أيضا أي. محلها تحية اليوم بالورود اليوم باش نطرقوا اكزاكتومون كيفاش نصنع الورود بالصلصال الحراري أيوة. أنا استغليتها في أنه نزوقوا بها كأس مادام الدنيا كما تشوف باردة باش نستحقوا الكاس تي وإلا الكاس متاع قهوة وإلا تيزان في جميع الحالات طقس كيبدا حتى احنا في البلاتو نستحقوا كوس راهو المفروض مقدم البرنامج والضيف يبدا قدامه ما فيه ما علاماتي معناها على شرقة على كحة على ما لازم المهم نتجاوزوا هذا أيوة. دونك حبيت نستغل دونك صناعة الورود نعم. على الكأس هذا هو نشوفوا طريقة وشنو المواد اللي استعملناها نعم. باش نوصلوا نزوقوا الكاس نتاعنا ولا يبدا متميز هذا اولا الساعة هكا يتسمى ماج معناها في اللغه الصحيحه من تاع اي لخاطر الكاس عنده اشكال متعدده أي. هذا الشكل هذا شنو يتسمى الكلاسيكي هذا يتسمى ماج ماج ام يو جي يعني ماج. عادي ماج وبالنطق الانجليزي تختلف شوي صحيح هكا نعم اذا ويكون كما قلت انا نوتر مو حايد معناها أي. ابيض
ابيض ولا الالوان حسب الاختيار. حتى الالوان حلوين اي اما شنو انا باش نستعمل بالضبط. ما نجيبش نستعمل مثلا الورده حمراء على ارضيه خضراء في الاوراق والسوبور كما تشوف اسود مثلا على كاس لونه موف. نعم بنفسجي يعطيك الصحة. زهر البنفسج معناها اي من اصعب هو من احلى الالوان ولكن صحيح. اصعبها في الديكور في انه ما يتناسقش مع اي لون كان. ديما الحلو صعيب. اي نعم. صعيب يلزم للي يعرف يلبس بنفسجي نعم. يعرف شنو ينسق معاه. باهي نوعدك نهار الجمعة الجاية نلبس ربطة عنق بنفسجي. اوكي بلا حتى انا عندي لبسة بنفسجي نولي هكاك نخرج بيوم بنفسجي. اذا عندنا مجموعة من الصور اللي من خلالها نكتشفوا المراحل نتاع التحفة الفنية الجميلة هذه. نبداو بهذه. المرحلة الأولى كما تشوف الكأس هو ماهوش مخدوم. عندنا القلقال هذاك الرولر القلقال باش نستحقوا الألوان نتاع الصلصال الحراري راهو انا صحيح انا ختمت بالصلصال الحراري يا زياد خاطر يدخل الفرن اما ينجموا الساده المشاهدين يتبعونا ويخدموا بعجينه فما العجينه بالغيره بالكول يعني نعم. يخدموا بها زاده دونك هذاك شفتوا الصلصال الحراري والقالب والقلقال وكاس دونك شديت بالقلقال وخدمت به اللون الاحمر بديت نعم. بالصلصال الحراري باللون الاحمر وقصيت 11 دائرة كبيرة 11 دائرة صغيرة كيما تشوف هذوكم القوالب كيما اللي نستعملوهم في الحلوة في الحلوة بالضبط هما بيدهم بالضبط اي هاوكا جوست بالقلقال واحد يحل وينقصوا دونك 11 دائرة صغيرة وهاوكم 11 صغيرة و11 كبيرة ايوه من بعد فما زوز مثلثات هو على شكل يما بيراميد اهرامي والا المثلث نعم. اي خاطر الشكل هذاك هو اللي يهمنا باش انا نخدموا به البدايه نتاع الورده دونك ناخذوا في كل دائره ونحطها في امبرانت شفت هذاك الطابع زاد نفسه راه نجموا نخدموا به الحلو باش نلقاهم في مستلزمات نتاع الحلويات دونك باش نحطوا العجينه نتاعنا ونطبعوا عليها بالطابع هذاك نعم. علاش هنا زياد باش يخلي لي النيرفور الخطوط نتاع شكل الورقه الورقات اللي باش تولي من بعد ورده لي بيتال نقصد أي. شفت الشكل فما لي بتيت نيرفور وفما التعويجه كتروا دي لوندولاسيون نتاع الورده يعني عاوننا بالكدا بالكدا هذه المول سيليكون دونك شفتوا البيراميد اللي حكيت لك عليه الشكل الاهرامي الاولاني هو اللي باش نبدا ندور عليه الورقات واحده تلو الاخرى دونك المره الاولى باش نعمل كعبتين الاولى داير عليها شطر والثانيه نكمل بها شطر الثاني دونك بدينا بكعبتين من بعد نكملوا ندوروا عليها ثلاثه وثلاثه وثلاثه دونك شي جينا احنا ثلاثه 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 تسعه مع الكعبتين 11 هذوما ال 11 اللي خدمناهم كيما تشوف في الارضيه فما الورده الكبيره والورده الصغيره اللي خدمناهم توا خدمت الصلصال الحراري الاخضر وقصيت باللومبرانت اوفال اللي باش نخدم به شكل الورقات مهم ياسر ان نخدموا الارضيه نتاع الورد بالاوراق يزينوا برشا برشا عندنا زادة امبرانت كيما هذايا نتاع الورق يعني انت كي باش تمشي تشري ماذا بيك تاخذ نتاع الورق ونتاع الورده باش تجي خدمتك متكامله الامبرانت هذا راهو سهل الاستعمال جوست نحط فيه الموتيف اوفال ننزل عليه سوب سيليكون خاطره كي ننزل عليه تخرج لي ورقه شفتها زياده الشكل أي أي يعني من غير ما انا باش نصعبوا الحكايه ونقول ما نعرفش نصنع وما عنديش في يدي ولا لا فما حاجات ماتريال يسهل عليك الخدمه وديورابل يعني الحاجات سيليكون هذوكم ديورابل دونك خدمنا الورقات ما تيسر نقولوا اربعه سته اللي هو به الشكل هذايا لهنا وصل الكاس معناها اللي من قبيله نستناو فيها يعطيك الصحه انا ما نجمش نلصق الورقه والورق الورده والورقه مباشره على الكاس يعطيك الصحه ايوا شنو يلزمني نعمل سيده نيشان نعمل ارضيه عملت ارضيه خضراء اي باشا ما يهمش الشكل قصيت بالكوتور ارضيه مستطيله الشكل ما هي الماده هذيك الخضراء ولا الصلصال الحراري نفسه الصلصال الحراري هي نفس الماده على خاطر الصلصال الحراري يلصق على الصلصال الحراري واضح صلصال على صلصال هي نفس الماده نعم اما المهم نعملوا ارضيه على الكاس باش يلصق هي ليتاب اللي نحكيوا عليها ايوه كيفاش باش نلصقها الورقه انا ما تلصقليش على الكاس طول تلصق لي فوق الصلصال الحراري المستطيل اللي انا خدمته هذاك يساهم باش انها البوكيه كامله تتواجد وحتى من بعيد تشوف فماشي فراغ تلقاه الفراغ اخضر ما تلقاش فراغ يظهر انه كاس
فهمتني زياد؟ دونك على هذاك احنا عملنا شكل مستطيل. هنا حطيت كي كملت كامل حطيته بكله في الفرن. اي هنا راهو فرن نقول انا ماهوش ميكرووند راهو. اي فرن عادي. فرن عادي يعطيك الصحه فور. ايوه. وراهو مش فور سبيسيال زاد زياد. فور عادي نتاع نتاع المطبخ. نتاع المطبخ عادي. راهو يطيب لمده ربع ساعه على 110 درجه. 110 درجه نلقاوها. 110 درجات ربع ساعه كهو. كهو. يعني 110 درجة نلقاها في أي فرن منزلي. 110 درجات عاد درجات أي ولا أي ولات برشا في وسائل الإعلام. 107 قتيل و108 جريح من واحد إلى 10 نقولوا قتلى وجرحى ودرجات ومن بعد في 11 نقولوا قتيل وجريح ودرجة. باهي 110 درجات نعم لمدة ربع ساعة وقتها سيء نتأكدوا اللي الصلصال الحراري طاب أموره واضحة. نعم. شو معناها طاب هو زياد ولا دور ولا يابس ما عادش لالور نتاع الصلصال. نعم وقتها احنا باش نلصقوه بالكول فما كول هذيا النتيجه النهائيه كما تشوفها سي لصقت الكول هو راهو اللي يتباع في كله عند القلايبي عند اي واحد ماهوش عند المكتبات مش عند المختص في الـ 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 حتى عند المختص تلقاه موجود أي. اما مش اللي عند المكتبات هذيك الكول القويه اللي كيلصق الصوابع ما نعطيوهاش لصغارنا هذاك اللي احنا باش نلصقوه فيه ايوه الكول قوي اللي يمشي يلصق لنا اي حاجه سوليد على سوليد. نعم. وبالطبيعه في عمليه التلصيق فما زاد تكنيك صغيره زي اللي هي نحك بالكاغت الاحرج شويه الكاس ونحك بالكاغت الاحرج شويه الكاس مباشره ولا الارضيه اللي عملناها لا ما هو شفت انت صلصال حراري كي طيبته على الكاس راهو طاب باش ياخذ لافورم نتاع الكاس من بعد كي باش نحي باش يتنحى خاطر هو ما لصقش فهمتني هو ما لصقش به اما خذا له فورم كورفيلين يلا المدوره نتاع الكاس به احنا تو هو طايب سايه في يدنا اش نعملوا له ناخذوا له كل والوقتها نعاودوا نلصقوه بالكذاب الكذاب باش يدوم معانا يوصل كاس يتكسر ووصل صال الحراري ما يتكسرش واضح هذه في اما اللاستوس كما قلت لك قبل ما اني نحط الكول واللصق خاطر ما تلصقش ارضيه ملساء مع ملساء يلزم نحك بالكاغت الحرش الكأس نعملو ضربة صغيرة وضربة صغيرة للديسان اللي أنا عملته بالصلصال الحراري باش كي نحط الكول يلصق ديفينيتيفمون هذا هو اللاستوس نتاع هذا 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 وراهي خدمه سهله والله سهله كان يتبعوا الساده المشاهدين شوف هي المتابعه معناها ضروريه طبعا في الريبلاي في الاعاده في الانترنت في الصفحه في الموقع هذاك اللي تعرفوه الكل اللي عنا معها شوية حكايات تو مرة من المرات نحكيوها على المباشر ونتحملوا في ذلك المسؤولية المهم نلقاو معناها بالتفاصيل طريقة يعني أنك تزين هالماج هذا بهالوردة الجميلة هذه مشكورة جدا سيدة أنيسة على هالتحفة هذه وإن شاء الله تتحفنا كل أسبوع كالعادة موعدنا القار كل جمعة هكا ولينا كنا كل خميس كل جمعة كل جمعة ونحن بخير أي ونحن بخير إن شاء الله بإذن الله وكل جمعة أنت حاضرة معنا وكما قلنا تتحفنا بهالإبداعات الجميلة متاعك مواصلين في الاستضافات الاستضافة القادمة متعلقة بالبطولة الوطنية للروبوتيك قداش عندك في الميدان هذا في الفن تتعاطى في فن الخيزوران الروتان هذا انا علمني راجلي عنده توا 68 سنه عمره توا واش 80 برك الله ما عادش يعني انا مهنيته هنا والكل وهذاك مولادي معايا توا درجه قريب ال 40 سنه هما معايا خذيتهم صغار والكل وعلمنا برشا اجيال والحمد لله شنو الفرق ما بين الروتان بالفن الخيزوران والصعف الصعف نتاعنا نتاع تونس هو تبارك الله معناها اقوى من الواحد نتاعنا مثلا انا عندي هذه مش كيما نخدمها روتا هذه مثلا تاع تونس باهي نتاعنا ونتشرفوا والكل ما اولا نعرفوا نخدموها مي احنا مشينا سبيساليست في الروتا واصح اقوى
والمواد الأولية تو تاع الروتان بالخيزوران منين تجيبوه؟ ثم واحد يجيب لنا زوز، واحد في سوسة واحد في تونس، نشرو من عنده بالكيلو، نشرو بالواحد ما تستوردوش من برا، يجيبون هم يجيبوا ويبيعون من بلاد من برا، من اندونيسيا، الصين، اليابان، هونغ كونغ، هكا هذاكم اسيا من غادي يجي الروتان. والميدان تو هالحرفة نتاعك مدام فاطمة، فما يدعم ولا نقصت على قبل؟ تبارك الله، انا اللي علمتهم خرجوا خذوا شيدهم وخذوا يخدموا على رواحهم برشا، وقعدوا لي انا عندي في المرنة كي يجي أربعة، وهنا هم زوز كنا قبل ناخذهم صغار نعلموهم وياخذوا الشهادة بعد السنين، وبعد رجعوها بعد عام، والدولة تعطيهم كانت قبل 7000 و 9000 ومن بعد 11000 ومن بعد ولد 15000، الدولة تعاوننا احنا وتعاونهم هم الصغار، واحنا زاد نعطوهم حويجه ما خلوهمش هكاك، وقبلوا عليها وتعلموها وتبارك الله عليهم هكا يتخدموا والله واحد عليهم في على رواحهم معناها. يجوني مواطن عادي واللي عنده قهوة واللي عنده رستوران ويجوا يخدموا، ونخدم أنا والحداد. دخلت هنا في القرية، أنا عندي 20 سنة هنا، دخلت مع سي سامي ضيعيات نخدم أنا وياه، هو يخدم الحديد وأنا نخدم الروتا، وما شاء الله كنا قبل شوية 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 الحمد لله معنا لباس مستوري، وقدمتي خالصة أنا كرية خالص. تعملوا معارض ولا كيفاش؟ انا عندي بنتي تعمل معرض، اختي تعمل معرض، برشا اللي معلمتهم يعملوا المعارض في الصناعه التقليديه. انا عندي كيفاش ماخذه، فما واحد يخدم اي قاري في هنا في البوزار ياخذ من عندي انا بالجرو، نعمل له سوم انا مني، انا ندخل فرنك من خدمتي تخلص من السلعه عندي باش نشري، وياخذ كونتون في ليساتو ويعدي بكونتيتي باهيه باهيه ويبيع على روحه، يبيع بمليون بمعزوز بثلاثه ما يهمنيش فيه. ما عندكش فكره في التصدير؟ ما عندكش؟ ما نخلطش، ما نجمش، ما نحبش ندخل تحت الحاجات هذه خاطر ما عنديش خبره عليها. هكا هو اللي ياخذوا من عندي يصدروا. والفن هذا شنو يطلب؟ يطلب صبر وخدمه. صبروا، انا تو عمري 71 تبارك الله، ومازلت ما نجمش 6 نتاع الصباح تلقاني هنا انا والاولاد، نجيبهم المرنه جايه معايا ونقعدوا للستة نتاع على شيء، ما شاء الله ما نحسوا حتى بشيء ونخدموا ومستورين والحمد لله. معنا مجموعة نيرة من الشبان تبارك الله عليهم، إن شاء الله ينتظرهم مستقبل واعد في عالم الروبوتيك، وكنا حققنا إنجاز عالمي كبير كان يحكينا عليه الكوتش المدرب صلاح سعد اللاوي. نذكر الكل تكريم رئاسة الحكومة هكا للوليدات اللي تفوقوا وتحصلوا على بطولة العالم في الولايات المتحدة آنذاك في الروبوتيك. ما زلنا مواصلين في الإنجازات، معنا المدرب سلاح سعد اللاوي، مدرب الفرق، هي فرق مش فريق، الفرق المتحصلة على الجائزة الأولى في البطولة الوطنية للروبوتيك. صباح الفل والياسمين سلاح. صباح النور، صباح الخيرات. أول حنا حبيت نشكرك على الاستضافة. العفو، هو فريق البرنامج الكل، وشرفنا جدا أن فرحنا برشا بالاستضافة خاصة في التلفزة الوطنية الأولى. أول حاجة باش نعرف بنفسي، أنا سلاح سعد اللاوي، مدرب محترف في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. خذ تجربة في الخليج مدتها 10 سنوات، يعني تدربت، تعديت بليد تروا ستاد نتاع التدريب، ثلاثة مراحل، ثلاثة مراحل، مبتدأ ومتوسط ومحترف. قمت تحصلت على العديد من الجوائز العالمية والعربية مع فرق خليجية. بعدين رجعت لبلادي، رجعت لتونس، دربت السنة الماضية أول فريق تونسي، كان دربتهم في مسابقة فيرست ليجو ليج
اللي نظمتها يجي روبون وجههم التحية. فزنا بالمرتبة الأولى وطنيا مما أهلنا للمشاركة في البطولة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وأيضا معناتها أول مشاركة حصدنا على المركز الأول في جائزة موتيفيت أورد على مستوى العالم. موتيفيت جائزة التحفيز ولا جائزة الحمد لله هذاك كان لنا حافز كبير برشا بعد ما روحنا من أمريكا. دونك ذكرنا بالوليدات اللي مشاو وقتها واللي تم تكريمهم. هما أبطال هما ديجا من معهد فرحات حشاد. معهد فرحات حشاد بحفوز. بحفوز بالضبط. وفيهم وأيضا من معهد حفوز هما زوز معاهد. معهد فرحات حشاد والمعهد الثانوي بحفوز. نعم. بعدين قمت بتدريب عدة فرق من كل الجهات، يعني أنا انطلقت السر من مناطق اللي يقولوا نحن المناطق الداخلية النائية اللي ما هيش متوفرة. لا ما هيش نائية، قريبة جدا إلى قلوبنا. هذاك جدا جدا. أنا عبارات نائية وكذا، هذيك الكل معناتها ما عندها حتى معنى بالنسبة لي، بل بالعكس تبارك الله الوجوه النيرة والشباب الصاعد والناشط في مجالات علمية متقدمة هكا ولا صلاح. بالضبط بالضبط. نعم. ونحب نتعرف عليهم، ما زلت بحثينا تو نحكي بشوي بشوي مع كل مجموعه. باش تكون معنا ثلاثه وليدات. على شمالك مريم المرايحي. صباح الخير مريم. شنو احوالك مريم؟ الحمد لله. قدمنا روحك. مريم المرايحي 16 سنه، نقرا دوزيام اني سنه ثانيه. يس يسا يو ار سكند في لسي معهد فرحات حشاد بحافوظ. دخلت الكلوب روبوتيك هذا وفرحانه برشا خاطر تعلمنا برشا حاجات. خاطر ربحت. اي وربحنا بطبيعه. هو التحاقك بنادي روبوتيك معناها اكتشاف ولا فضول حب اطلاع، معناها كيوريوزيتي ولا غرام ولا كيفاش جات؟ الكل مع بعض. الكل مع بعض. حتى نرجعوا لكم باش نحكيوا على نرجعوا للسلاح باش نحكيوا على ما يسمى باللي تروفي ولا هل المجسمات نتاع الفوز. وانت هل الزوز حاجات اللي قدامك. ايضا معنا وئام العياشي. عسلامة. صباح الفل والياسمين وئام. صباح النور. قد منا روحك. وئام عياشي سيزون نقرا. نقرا ولا 16 years. كله كيف كيف. نقرا دوزيام اني سيونس في ليسي حافوظ. قلنا سنة ثانية عادي وئام. سيونس. حاب نحكيوا انتغرالمون بالفرنسي ولا بالانجلي ولا بالعربية، ما نخلطوش الشعبين في رمضان. بارك بالعربية. خاطر كثير باش تمشيوا الولايات المتحدة مثلا باش تحكيوا بالعربي فما مترجم هكا ولا باش تحكيوا بالانجليزي؟ بالانجليزية. بالانجليزية. خرق العرب. مومبر في كليب روبوتيك وكا. اي بي امين العيدودي ايضا. صباح الخير امين. صباح الخير. مرحبا بك. محمد امين عيدودي. عمري 16، نقرا بريمير اني سنه اولى ثانوي. ثانوي في معهد فرحات حشاد بحفوظ. بحفوظ. كلكم معهد فرحات حشاد بحفوظ. ليه انا اللي سي حفوظ. انت اللي معهد ثانوي بحفوظ وانتم مريم وامين معهد فرحات حشاد بحفوظ. بيه صلاح كل واحد شنو نحكي على المجسمات ولا الابتكارات ولا الحاجات الاشياء اللي قدامه. انت قدامك زوز رموز نتاع بطولات. بالضبط. هذا البطوله اللي تحصلنا فيها عندي فريقين شاركت زوز فرق في البطوله الوطنيه المفتوحه للروبوت اللي اقيمت بمدينه الحمامات ونظمتها سافوار بليس. نوجه لهم تحيه ورحمه تحت رعايه الجمعيه العربيه للروبوت. وشرفنا ايضا السيد رئيس الجمعية العربية للروبوت سيد إسماعيل ياسين. شرفنا في البطولة. كانت بطولة ناجحة جدا. التاريخ نتاعها التاريخ في لو 7 جانفي 7 جانفي صارت. الحمد لله كانت بطولة ناجحة. كانت عديد الفرق يعني شاركت فيها. أربع أيام مما مكننا من التأهل للبطولة العربية اللي ستقام في الأردن إن شاء الله في شهر مايو إن شاء الله. مريم حبيت تحكي على شنو اللي قدامك بالضبط. تحب نبداو بالروبوت هذاك والا بالمجسم ولا هذا بالنسبه للمجسم؟ هذين اللي فزنا بهم بالبطوله الوطنيه السنه الماضيه اي بالفيرست ليغو ليك صرنا فيهم السنه الماضيه. شنو اللي قدامك واحكي لنا شويه على التفاصيل اللي بدات من الاول ووصلت بنا الى هالروبوت هذا. هذا الروبوت اللي شاركنا فيه اي في 3 شاركنا فيه. اي احكي لنا عليه كيفاش صنعتوه انت وشكون كيفاش ابتكرتوه شنو هي وظيفته بالضبط؟ هو الوظيفه بتاعه يجمع الكور يجمع الكويرات دومينيت. صنعناه حاصلو
قداش استغرقت مدة الصنع؟ شهر شهر؟ شهر معدل قداش في الأسبوع معناها تخدموا عليه؟ كل يوم كل يوم كل يوم قداش تخصصوا تقريبا وقت باش نعرفوا حتى نقعدوا الليل برشا 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 خدمة معناها مش وحدك أكيد ليلي فريق كامل فريق تقريبا متكون من قداش من عنصر؟ أربعة أربعة ناس بطبيعة بديت الفكرة أول ما بديت فكرة هكا ولا؟ بطبيعة من بعد المراحل كيفاش على تعملوا مخطط على الورق ولا كيفاش؟ أي ميكانيزم كامل نعملوا مخطط وبعد برمجة نتاعو تجي بعد البرمجة بعد تمروا للتنفيذ التنفيذ على الطاولة نتاعو أي به ويام مانيش قادر راكب في الشعارات او المجسمات الفوق هذاك هذاك السيد هذاك خلينا نشوفوه شنو زاد به بالنسبه لذي هذا روبوت سبايك خاص بالجروب الاخر جروب كيروان اللي هو شارك في البول كوليكتور جونيور مبتدئ واحنا ذيك نتاعنا الايف 3 تحكي عليه مريم كانت تاع الافونسي مصنوع الخبره المتقدمه معناها مرحله اعلى من مرحله ثم مبتدئ وثم متقدم صحيح بالنسبه لهذا صنعوه الجروب الاخر تاع كيروان يعني المسابقه نتاع البول كوليكتور اللي معناها هذا كيف نفس المده استغرقوها شهر ونخدموا اجور يمكن يعني ساعه اخر البريود غبنا يمكن جمعه كامله على القرايه وتلهينا معنا في هذا مسموح به معناها لا عادي ما هو احنا نغيبوا الكل نورمال بالتنسيق معناها مع الإدارة مع إدارة ونقراوا في الدار معناها لأنكم تحضروا في بطولة طبعا هو تابع الأنشطة المدرسية هذه أمين أنت ضافي حاجة أخرى قدامك اللي هي شنو هذا؟ هذيك البطولة الكأس احكي لنا شوية على التتويج نتاعك الكأس هذا خذوه أبطال حافوظ عم ناول فازوا به في امريكا نحكي على الجروب الاخر في جائزه متفجر في جائزه خذوا الكاس هذا ترشحوا للمرتبه الاولى اي مشوا شاركوا في امريكا وتحصلوا على المركز الاول هذيا الكاس اللي خذوه الاولاد اللي ترشحوا للولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله انتم معناها في نفس المجموعه اللي مكونه من اربعه اللي عملت معناها تخدموا مع بعضكم يعطيكم الصحة إن شاء الله أنتم زادة من البطولة تهو جايين الأولاد أصحابكم طبعا نعطيه فرصة للجميع إن شاء الله نشوفوكم أبطال زادة على المستوى الإقليمي معناها العربي المتوسطي والقاري إفريقيا والدولي والعالمي لما لا وتكون استضافة أخرى مميزة يعطيكم الصحة شكرا لك مريم المراحي مشكورة محلاها فرحانة برشا خاطر الاستضافة هذه ان شاء الله تتكرر طبعا وين تنجحوا اكثر وتحصلوا بطولات اكثر ايضا ويام يعطيك الصحه مرحبا بك امين زاده ان شاء الله موفق في دراستك وفي نشاطاتك الكل وخاصه الروبوتيك مجموعه اخرى باش تكون حاضره معنا بعد لحظات مجموعة ثانية من الأبطال من الفائزين كالعادة من زوز معهد هذا مصلح ولا من معهد أذونا من معهد فرحة حشيد ولا زوز معهد زوز معهد لا في العلاء تابعين العلاء العلاء هاتوا يعرفونا برواحهم نبدأ بالصغرون التحفون محلى ومحلى البادز والميدالية ومنورنا ومشرفنا بدر الدين الفجري هكا ولا مرحبا بيك بدر الدين
اسمي بدر الدين فجيري، نقرا سنة ثامنة أساسي. أي؟ بالمدرسة الإعدادية بالعلاء. بالعلاء. المدرسة الإعدادية للعلاء الحبيب. أي؟ وطبعا بطل في الروبوتيك، هتو نحكيو على النشاط هذا. تيسير؟ أنا تيسير بحروني. أيوة. من معهد فرحات حشيد، نقرا أولى بحفوز. ثانوي بحفوز، نقرا أولى ثانوي. احنا أبطال النادي هذا، نادي روبوتيك للذكاء الاصطناعي. جينا اليوم فرحانين برشا بالاستضافة هذيا. هذا واجبنا يا تيسير. وماذا بينا وكان نعطيكم أكثر وقت، ما تعرف يعني البرنامج محدود بساعتين من الزمن، ونجم نحاولوا أكثر منكم نعطيكم الفرصة. هابيل. السلام، اسمي هابيل الدوعي، فرحان برشا أني جيتكم. نقرأ التاسعة أساسي بمدرسة الإعدادية بالعلي الحبيب. فرحان برشا أني جيت، وفرحان برشا وشكرا خاصة قد من الفرصة هذه باش ندابوا في روبوتيك، وأنا فرحان برشا أني دخلت رقم في الكلوب هذا. بيه، يعطيك الصحة. بدر الدين، حكاية الروبوتيك هذه كيفاش بديت؟ من المدرسة ولا كي دخلت للكوليج؟ سيو هي بدت شغف. شغف، يعطيك شغف الصحة. وحلم. ماهي العبارة. أي؟ وحبيت يعني ننجح، حبيت نمشي ندخل الروبوتيك. أي؟ كي اكتشفت الحكاية هذه بشوي بشوي دخلت. شوي بشوي اقنعت بابا وامي باش دخلت الروبوتيك. نحيوهم بالمناسبه، ربي يفضلهم لك. عايشك. نادي روبوتيك بالمعهد بالمدرسه الاعداديه هكا. نذكروا بالمدرسه مساء الاعداديه لعلاء الحبيب. لعلاء الحبيب. على كل حال احنا نغتنموا الفرصه باش نحيوا الاطارات التربويه الكل بشتى اصنافهم بالمعهد الثانوي فرحه حشيد بحفوز، ايضا المعهد الثانوي بحفوز، والمدرسة الإعدادية بالعلاء الحبيب بولاية القيروان. طبعا النادي بدر الدين موجود كان في المدرسة الإعدادية، في المدرسة لا الابتدائية لا، معناها بدأ نشاط من اللي انتقلت للمدرسة الإعدادية. تيسير، قداش تقريبا دامت فترة التحضير للابتكار اللي شاركتوا به؟ شهر. شهر. انت مع نفس المجموعة ولا مجموعة وحدكم؟ لا احنا مجموعة وحدنا، هو هاي. احنا زوز مجموعات. هاي. فما المتقدم فما المبتدأ. هاي. انت فين صنف؟ انا المبتدأ. مبتدأ. حتى في البطوله صلاح فما الاصناف كاتيجوري. المشاركه اي فما دي كاتيجوري، من كاتيجوري كل توا هذه المسابقه هي بال كوليكتر، فما أي. دوتر كومبيتيسيون اللي هما السومو دو روبو، معناتها في حلبة تعرف سومو يحين على الصراع نتاع الرياضه اليابانيه هذه. بالضبط الرياضه اليابانيه. وفما زاد ايضا لاين تراكينج اللي هو التتبع الخط. أي. يعني وفما المشاريع الابتكاريه لي بروجي دي انوفاسيون. اعطينا في كلمه صنف كل مشروع اللي فازوا فيه بدر الدين وهبيل وتيسير. بالنسبه هما دونك شاركنا في دو كومبيتيسيون يعني دو كاتيجوري، هو في البال كوليكتر لكن فما متقدم وفما مبتدا. نعم. المتقدم دونك شاركوا فريق اللي هما هبيل وام وامين اللي كانوا معنا قبيله، اللي كانوا بكري. وعندنا المبتدا اللي هم شارك فيه تيسير وبدر الدين وياسين واياد. نعم، تحيه لياسين واياد. ايضا اعطينا الالقاب، كان عندك اياد المتيري وياسين العبيدي. اياد المتيري وياسين العبيدي. تيسير، انت هذه اول مشاركه معناتها تقول بصفه رسميه ولا ناشطه في الروبوتيك من قبل؟ انا باهي كنت مغرومه بالحاجات هذه في الميدان هذا، يعني انا ما دخلتش في المدرسه ولا الكوليج، دخلت سنه وقت اللي جيت الليسي. فرحت برشا كي دخلت الكلوب هذا، بالحق ينمي المخ وحاجه باهيه على الاخر نسحقوه حتى في حياتنا العامه. طبعا هي يعني هو غرام يعني من اللي انا صغيره، اما فرحت كي اما بديت تمارس في هوايتك معناها بشكل فعلي اثناء وقت اللي انتقلت المعهد الثانوي. وقت اللي تعرفت على اصحابي هذوما في الكلوب روبوتيك، يعني عرفوني على بسي صلاح هو يعني وبشارك وانطلقت المغامره. هبيل، انت كيف في اثناء بديت ولا عندك يعني مده اثناء؟ اثناء معناها في المعهد المدرسه الاعداديه. اي بديت مع سطاح وقتها من الصيف. اي من الصيف، حتى في الصيف فما نشاط للنادي. نادي مقره ملا في المدرسه ولا انا عملت نادي متنقل. هاي هذا السر يعني دونك خاطر فما مناطق دونك ما ينجموش يوصلوا للمناطق مثلا حفوظ سونتر. دونك نمشي لهم انا نمشي ندرب غادي كنيتا معناتها فهمتني لتسهيل معناتها سهوله باش يجوني. والفضاءات تلقاوهم والله فما اجتهادات وكل مره فما المتطوعين. فين تدربتوا هبيل؟ فين تدربتوا في الصيف مثلا؟ في الصيف
في دار حفوز نلعب. في حفوزة. نمشي حفوز دار. نادي وين موجود في دار الثقافة؟ في حفوز سونت. في أي في قلب المدينة ثم فضاء تتدربوا فيه. ثم تواصلت التجربة. تواصلت التجربة حتى وصلنا البطولة هذه هو أصلاً بدأ بغرام من الناس صغير. أي. وجاء جاء الوقت وشوي بشوي بديت أتعلم حتى حققت حلم متاعي وتوجت بأول مسابقة لي. يعطيكم الصحة مشكورين نخليكم كل واحد كلمة كلمة شكون يحب ما نعرفش أي رسالة يوجهها ولا شكر ولا تحية ولا تفضل تيسير وبعدك هبيل وبعدك ختام غامسك بالصغرون تحفون بدردين تفضل تيسير نشكر أصحابنا في واشنطن هما أصحابنا يعني تعرفنا تعرفوا عليهم هما أصحابنا اللي مشوا عم ناول في الولايات المتحدة الأمريكية هما نشكرهم على خاطرهم عاملونا فيليسيتاسيون به يعني تحية تحية تهنئة وقت بعثونا يعني رسالة هنونا فيها كي جينا الولايات ترشحنا لل نشكرهم برشا ونشكر مدام كالوم هي الكوتش نتاعه زاد نظيره نتاع اخونا نظيره الامريكيه نتاع اخونا صلاح مو التعامل ما بين احنا هو الهدف المسابقات هو معناتها ايشونج دو دانفورماسيون يعني خلق معناتها تعامل ثقافي علمي هذا هو باش يرجع الامباكت نتاعو باش يكون تيسير عندي فكره كنت حاب توجه لهم تحيه تغزر للكاميرا وتبيبي لهم وبعد تقصوا المقطع هذا من الريبلاي اللي على اليوتيوب وتبعثوه لاصدقائنا الامريكان هتنقلوا لهم هاي Hi everybody, my friend. We are now in your friend. Only one friend. Friends. So. We are now in Watania واحد for thank you. Watania one, national one TV from Tunisian TV. Thank you for congratulations to this competition. We are so happy now. Thanks a lot. You're welcome. هبيل خليل كلمة الختام. نشكر الناس اللي عاونتني برشا باش وصلت لنا وأولهم سي صلاح خاطر حقت عمل لنا فرصة هذيا جاب لنا معناتها بوتيك كان مش متاح في المناطق هذيا ونشكر الدار خاطر هما عاونوني العائلة خاطر هما عاونوني كما كان ونشكر صحابي الكل. باهي والختام في المجموعة هذه بدر الدين تفضل. نشكر عائلتي أول حاجة خاطر هي كان ماشي هي راني أنا مشني لنا طبعا. طبعا. ونشكر مدام حنين سي صلاح خاطر هم عاونونا مدام حنين مدام حنين هي على فكره اللي هي المدربه الثانيه للفريق حنين العريض اللي هي اعلاميه في الوطنيه في اذاعه تونس الثقافيه اللي تعذر عليها الحضور بسبب التزام بسبب التزاماتها المهنيه نوجه لها تحيه كبيره برشا لان ضحت برشا معنا وعاونتنا برشا برشا تحيه ليك كبيره حنين مازال فما مجموعه اخرى اذا صلاح تقعد معنا كالعاده شكرا لك تيسير بحروني هبيل الدرعي وبدر الدين الفجري المجموعه الثالثه في الابطال ابطال الروبوتيك ياسين وإياد هاوك أصحابكم ذكروكم معناها وما ما ما نساوكمش حتى وقت اللي أنا كنت نعتقد أنكم معناها غايبين وهما يعطيهم الصحة تفكروكم لكم هاكم حاضرين ياسين قد من أروح ياسين عبيدي 16 سنة نقرأ بريمير أني في المعهد الثانوي بحفوز معهد ثانوي بحفوز بي إياد إياد متيري 15 سنة نقرأ نوفيماني سنة 9 مساعدية العلاء حبيب العلاء الحبيب إذن كما قلنا كالعادة الامتياز للمعهد الثانوي بحفوز معهد الثانوي فرحات حشيد بحفوز والمدرسة الإعدادية العلاء الحبيب هذايا اختيار وإلا يعني هما الأولاد متاع الزوز معهد الثانوية والمدرسة الإعدادية العلاء الحبيب فرضوا أنفسهم وفرض نفسه معناها أنهم متميزين
بالنسبه للكلوب هو ديجا معناتها يضم فما ديفيرسيفيتي اصلا من ناحيه المؤسسات، نستقطبوا كل المؤسسات وقربنا معناتها حتى الخدمات المؤسسات، نهزوا حتى الماتريال نقربوهم وخدمنا عليهم. لكن انا قمت بتقسيم الفرق لانه عندي فرق اخرين ان شاء الله نحضروا للبطوله الوطنيه في الفيرست ليج، وهذه تاهيليه لبطوله العالم في امريكا اللي تنظمها ايديروبو، نوجه لها تحيه ان شاء الله في مارس. هذا هو التقسيم باش يكون مبني على حسب السكيلز المهارات والفئات العمريه حسب العمر، ايضا يدخل فيه العمر. وايضا فما امور معناتها نقولوا نحن تقنيه فنيه هذيك. باش نختم معاك كوتش صلاح بسؤال مهم جدا ربما يتبادر الاذهان العديد من المشاهدين، لكن بعد ما نحكي على المغامره ياسين غرام بالروبوتيك من الملول، والا كي شفت فما شكون غرمك، شفت اصحابك ولا سمعت اللي فما نادي حل خطره؟ احيانا يبدا الواحد مغروم بحاجه معينه، لكن ما ثماش نادي فماش تاثير قريب منه يقعد غرامه حد وحد روحه هكا ولا؟ والله هو الغرام بالروبوتيك من صغري. أي. انا كنت نحب ديما نقرا روبوتيك، وكنت نحب نصنع برشا حاجات. أي. والله قبل كنت ديما نلوج على كلوب نحب ننضم لها. أي. اللي عرفني على سي صلاح انه عم الاول وقت اللي تشهرت وقت اللي زاد ربحوا في الفيرس ليج والبطوله التاهيليه البطوله العالم. ايوه زدت عرفته، وزد نشكر استاذي مسيو نسمع فيك مسيو لطفي، هو اللي زاد حكى لي بالكدا على سي صلاح وقال لي لازم اقرا عنده، وانا عبرت له على محبتي اني نقرا في الروبوتيك وهو اللي ارشدني ليه. باهي برشا. اياد حكايه الروبوتيك هذه كيفاش بدات معك؟ هي الحكايه غرام من الصغر ديما نصنع حاجات في الدار. وحدك تبدا تصنع هكاك تحاول تعمل؟ جات فتره معنا سمعت بسي صلاح فقررت اني باش ننضم المجموعه نتاعي. زدت سمعت عن المجموعه نتاع مناول اللي هي خرجت لامريكا البر. اي هو الحقيقه المشاركه نتاع وليداتنا في الولايات المتحده ما كانوا اربعه هكا؟ لا كانوا خمسه. خمسه تتذكر اسمائهم؟ اسمائهم هما جسر عبداوي، ياسين جويني، عمر ضيا، ريان العياشي، ومحمد ياسين الاخر لقب نسيته. مش محمد ياسين نوجه لهم تحيه. اي تحيه ليهم. وباهي باش نسالك عليهم الساعه، فما متابعه واحاطه بهم والا؟ موسعات في تونس نشاركوا ونخلقوا ابطال ونربحوا بطوله دوليه ولا عالميه ومن بعد ينتهي الامر؟ بحكم انا طبيعه عندي تجربه في الميدان هذا ونعرفوا قيمه المسابقات هذه العلميه في رسم المهاره بالنسبه لتنميه المهارات نتاعو. ديجا ما يتعلموا برشا مهارات، خاصه نبني قبل المهارات التقنيه فما مهارات اخرى تتسمى اللي هي سوفت سكيلز، اللي هي المهارات الحياتيه، كيفاش يحبوا بعضهم، كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، كيفاش يوزعوا العمل مع بعضهم، كيفاش ديجا هما ديجا فريقين كل واحد فاز كتشوف معناتها كيفاش الفريق يهنئ في الاخرين، عملت لحمه ما بين يلزم هذاك هو نقصنا لو ترافاي اون كولابوراسيون، فهمني؟ التعاون، العمل التعاون كيفاش يبارتاجيو العمل نتاعو، هذا نقصنا برشا احنا، فهمني؟ هذا ديما نخدم عليه برشا في تاهيل المسابقات، وايضا المسابقات العالميه والعربيه دونك هي تخلي تتيح المجال باش نتعرفوا على فرق اخرى عالميه ونعملوا معاها شراكات. ودايور احنا عملنا شراكات مع برشا فرق وتبادلنا الخبرات معاهم، ودايور ديجا هما عملونا دعم، نوجه لهم تحيه الفريق من واشنطن دونك عاونونا برشا من ناحيه حتى الماتريال باش يبعثونا ماتريال، ونوجه نداء للدوله التونسيه يسهلون الاجراءات باش يجي ماتريال لان الماتريال غالي برشا. أيوة. دونك لي ديكيت دو روبو هذونا باش يساعدونا برشا باش ماذا بينا نحن نعملوا بروجيكسيون على المناطق الكل. حبيت نسال الاولاد توا، بالطبيعه العمل مش باش يقف بعد البطوله هذه، اكيد فما مشاركات اخرى بديتوا تخدموا على المستقبل. ياسين ان شاء الله عدنا البطوله التاهيليه، البطوله الوطنيه التاهيليه لبطوله العالم اللي هي الفيرست ليج وليج. قاعدين نحضروا له تو، عندنا بريسك زون شهر قاعدين نحضروا له. مازلنا معدل قداش العمل كل اسبوع معناتها في النادي؟ قداش تخدموا كل يوم كل اسبوع؟ والله نحن في زون المسابقات وكي تبدا عندنا معناتها خدمه نبداو بريسك اجور، ما فماش وقت كل يوم. وصلنا حتى ايامات ان غبنا على قرايب باش قالوا لي
ولكن كما نقولوا ونعاودوا بالتنسيق مع الاداره معناها الاداره نتاعنا في طبعا الاداره متفاهمه اداره المعهد والمندوبيه نتاع التعليم طبعا. اياد فما انواع من المسابقات فرديه هكا ولا الواحد يصنع حاجه وحده؟ لا ما فماش لا كلها جماعيه كلها جماعيه. فما حاجه كما هذه لاقت الكويرات اذا كان صحه التسميه خممتوش في حاجه باش تصنعوها باش تقدموا بها للبطوله ما زلتوا تخموا؟ والله بدينا نحضروا نحن عندنا فتره حضرنا برشا معنا بروجيات مشاريع وتو باش نحاولوا معنا نخدموا عليها المشاريع الكل معناها ولا تختاروا في الاخر مشروع واحد حسب الامكانيه به في المجموعه المشاريع باش تكون كيما هكا ولا باش احنا ديما ما نعرفش علاش كي نقولوا روبوتيك وروبوت يتبدل الاذهان رجل الي معناها في شكل جسم انسان لكن ثم برشا مجالات اخرى صحيح صحيح شنو هو اللي قاعدين تفكروا باش تعملوه توا؟ توا قاعدين نخموا باش نحضروا معنا روبوت اخر من نوع اخر معنا باش نشاركوا به في المسابقه العالميه. من نوع اخر عنده وظائف اخرى؟ اي هو الفكره كبدايه معناها لاقت كويرات المهم هو انك تخلق حاجه تنجم تكون اليه معناها ذاتيه الحركه. بالضبط. هكا ولا بي. ياسين واياد نخلي لكم كلمه الختام ياسين شنو تحب تقول وشنو اول حاجه نتوجه بالشكر لسي صلاح اللي لولاه هو لما كنا هنا ونتوجه الشكر لعائلتي امي وبابا واخواتي زوز واصحابي كل واللي يعرفوني كل اللي يعرفوك الكل تحييهم اياد نحب نشكر سي صلاح على المبادره اللي عملها خاطر لو كان مش هو ما نوصلش لهم وماما وبابا اللي ساندوني ودعموني ربي يفضلهم لك وصحابي نعرفهم كل والإطار التربوي والأسادة زادا ما ننساوهمش والقيمين والأعوان والإطارات نتاع المعهد ثلاثة نذكروا بهم اللي هما المعهد الثانوي بحفوز معهد ثانوي فرحة حشيد بحفوز والمدرسة الإعدادية العلاء الحبيب سلاح نخلي لك كلمة الختام أيضا شكرا على الاستضافة بالحق احنا سعداء جدا بحضورنا هنا واحنا أسعد عايشك ميرسي بكو أيضا حبيت نقدم تحية كبيرة للمدربة الثانية حنان العريض لأنها تعبت معنا أيضا في التحضير للوليدات في المسابقة هذيا بالنسبة زادا نقدم تحية للأهالي للي بارون تاعهم اللي ضحاوا برشا برشا يتكبدوا أحيانا معناتها مسافات كبيرة باش يجيو يدربوا ولادهم ويرجعوا لهم في الليل مرات راهو ندخلوا في تربص مغلق وهذه كان معناتها السر نتاعي هو أنه فما انضباط في التدريب وفما جدية في العمل ونعمل معاهم نخلق بيناتهم معناتها لحمة باهية برشا فهمني وعبارة عائلة معناتها فهمني ونوجه أيضا تحية لكافة أهالي حفوز والعلاء وأهلي كل منطقتي اللي هي منطقة الحرشة أيضا من عمادة الترزة نوجه لهم تحية كبيرة برشا من عمادة الترزة من معتمديت من معتمديت حفوز, حفوز. الحرشة من عمادة الترزة من معتمديت حفوز نحييهم فردا حي. فردا 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 الكل يعطيهم الصحة شكرا لك سلاح سعد اللاوي الكوتش المدرب نتاع الفرق هذه اللي فازت بالبطولات الوطنيه هذه ايضا مشكور ياسين العبيدي اياد المطيري ان شاء الله موفقين وان شاء الله بالنجاح في البطولات الاقليميه والدوليه والعالميه المقبله في الروبوتيك ما زلنا مواصلين في الاستضافات ختامها مسك نختموا اليوم الجمعة الأخيرة في جمادة الثانية وإحنا على أبواب شهر رجب الفضيل رجب الأصب بالتراث بالأصالة بالعراقة باللمسات الحداثة باش نحكيو على عرض فني مميز هو عرض القلة مع صاحب العرض الفنان غازي عمامو مرحبا بك غازي صباح الفل والياسمين صباح النور نورنا باللباس الجميل خليك عاشك وتنرجع للقلة طبعا وأيضا الفنان سمير الحاج حمودة المكلف بإدارة العرض أيضا صباح الخير سمير صباح الخير يعطيك مرحبا بك القلة نبدأ من البداية علاش الاختيار متاع العنوان هذه ومحلهم زوز تحفها وأمامنا المعلقة بتاع العرض هي بيدها مميزة
تحف هالقله الجميله هذه منين جايتنا غازي؟ القله احنا من مدينه المكنين. اي طبعا مدينه المكنين معروفه بالقلالات والقله وبالفخار وبالدنيا كل. نعم. استنبطنا معنا عنا معروفه بالفن الشعبي وبالتراث الشعبي بانماطه الكل. أي بالادب الشعبي وانت اللي ماشي. احنا معنا لمينا معنا العوامريه واسطنبالي والدنيا كل وحطيناها في خابيه وان شاء الله الخابيه هذه باش نطلعها خابيه اللي هي معنا قله كبيره. اي قله كبيره. أي نعم. ان شاء الله معنا باش نشوفوا حاجه مزيانه. معنا كيما نقولوا برشا طرق في العرض موجود برشا طرق. أي. الصوفيه الاسطنبالي العوامريه. عرض معنا كيما نقولوا فيه كل شيء متنوع. العوامريه اللي اشتهرت بها جهه الساحل نسبه الى الولي صالح سيدي عامر. سيدي عامر. سمير عرض كيما هكا بما انك مكلف بادارته قديش الاشتغال عليه يدوم معناها باش يخرج للنور في النسخه النهائيه باش يبدا حاضر انه الفنانين يطلعوا على الركح قديش من فنان قديش مده العرض برشا تفاصيل يهمنا باش نعرفوها. صحيح. العرض يضم تقريب أكبر أكثر من 40 عنصر. أي. وتعرف سي زياد اللي هي الخدمة مع 40 عنصر خاصة الآلات التقليدية ومعها في نفس الوقت الآلات الحديثة. فما فما خدمة فما فما خدمة خدمة كبيرة. الحديثة على غرار الأورغ مثلا. فما الجيتار باس فما الاس بي دي فما البطري فما الكمانجا فما الناي فما أي. والآلات التقليدية فما البندير الدف الدربوكة الفخار طبعا التقليدية متاعنا هذيك متاع التراث التونسي مش اللي يعني الجلد متاعها هذاك البلاستيك لا موجودة موجودة, موجودة أيضا موجودة موجودة وفما الجلد التقليدي فما الجلد التقليدي نعم. طبعا ماذا بينا نسمع أكثر من اللي نتكلموا لكن حبيت نسأل غازي على فكرة العرض ولمت هالفنانين الأربعين هذوما الكل كيفاش كانت؟ كانت عن طريق ما عملنا كاستينج من الأول لمينا ساعة عنا جروبنا لمينا بعد تم عن طريق كاستينج عملنا كاستينج ولمينا معنا موجودين فوق الأربعين معنا بالرقص فما عرض كوريغرافي طبعا بطبيعة الحال نقدم تحية لسي غازي الأسود هو معنا اللي يشقوه معنا بالإخراج هذا وكوريغرافي ومعنا والرقص وكل شيء عنده والوصلات ولا الأنغام ولا النوبات اللي باش تأثث العرض منين مستمدة عموما معناها على المستوى الجغرافي ولا الفني؟ احنا معنا بالنسبة لنا الريتم يمشي ويقوى معناها من الأول معناها إيقاعات خفيفة بعد بشوية الريتم يمشي ويقوى وكل نوبة معناها كل نوبة ونوبتها معناها كل نوبة باغ اكزومبل تاخذ 20 دقيقة 25 دقيقة كل نوبة والنوبة متاعها ونوب الكل متنوعين معناها فهمت فيها تراث الصوفي للجهة ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام بشكل عام وخذينا احنا كما قلت لك معناها خذينا الصوفي من العوامري من الاسطنبالي من العيساوي خذينا لمينا حاولنا نلموا معناها التراث التونسي العيساوي نسبة إلى الطريقة العيساوية هات نسمعوا شوية شنو تسمعونا حاجة تقليدية حويجة نعم تفضل ناديت في ظلمة الليل والقلب هايم والقلب هايم والقلب هايم يدادي جلول جلول يا فارس الخيل واجب 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 وليدك يداوي 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 قدير الله يا بني مراد نركب جواد الله جيك منين اشتهيت العناد يا بني مراد قدير الله يا بني مراد نركب جواد الله الله جيك منين اشتهيت العناد يا بني مراد
الدين قدير الله الله قدير الله نير جبنا حيف وليل بإسرائيل الله ونجيك سكران عامل زفيف الله نرميك في بير مالو إشجاعته غدر مات الله مكسور والكسر مالو ذمات يا 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 بني مراد قدير الله 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 يا بني مراد نركب جواد الله الله جيكي منين اشتهيت العينات يا يا بني مراد قدير الله نقدر الله الله قدير الله نركب نحيف ونلبس رهيف الله ونجيب سكران عامل زفيف الله رجل في دي حرب وسيف جيك باجتهاد الله لو تفزع كبار البلاد يا 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 بني مراد قدير الله 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 يا بني مراد نركب جواد الله الله جيك منين اشتهيت العينات يا يا بني مراد الحمد لله على ما طاني الله اللي خلقني من آل الإيمان الله كلمة خفيفة وجات على لساني يوم القيامة ما وجدها شي مولاي غيرك ما يرتجى شي الله الله مولاي غيرك ما يرتجى شي الله الله مولاي غيرك ما يرتجى شي مرجى قاصد ما تخيب شي يا علي بس دبر عليا الله هتوفى إلا طاروا عليا الله كفال التراب حطوا عليا وسيد حفرة ما تضحك شي مولاي غيرك ما يرتجى شي الله الله مولاي غيرك ما يرتجى شي الله الله مولاي غيرك ما يرتجى شي مجا قاصد ما تخيب شي انا دوايا وشاهد الرسول شهد الرسول يا الله هذا دعايا وشهد الرسول يا الله صلوا معايا صلوا معايا صلوا معايا صلوا معايا على هاشم الرسول يا الله هذا دعايا شهد شاهد الرسول يا الله شفيع البرايا شفيع البرايا شفيع البرايا شفيع البرايا عرفوا سر القول يا الله أنا دعايا وشاهد الرسول يا الله أنا دعايا وشاهد الرسول يا الله ليلتنا ليلتنا جارت حضرتنا بالسر والنور الله الله فاحت الأسرار ليلتنا ليلتنا جارت حضرتنا بالسر والنور الله الله فاحت الأسرار يا من يرى ولا يرى هون علينا يا من يرى يا من يرى ولا يرى هون علينا يا من يرى ولا
البشر خاير البريه ليلتنا ليلتنا جارت حضرتنا بالسر والنور الله الله فاحت الاسرار الله الله يا هل الله 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 يا هل الله 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 والشده فالله الله الله يا هل الله 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 لما لا الله الله يا هل الله 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 يا هل الله. يعطيكم الصحة غازي وسمير. الحقيقة هو ملخص نتاع نوبة كامل. أنت قلت لي معناها الريتم يبدأ بشوية بشوية يعني نسق ثم يقوى وخذيت لنا يعني نموذج قلت لي عرض النوبة الواحدة تقريبا 20 دقيقة لكن تبارك الله اختصرتوها معناها في بضعة دقائق. مشكورين ويعطيكم الصحة ودخلتونا واليوم جمعة فضيلة كما قلنا آخر جمعة في جمادة الثانية وغدوة سيدي رجب كما نقولوا في تونس. ان شاء الله سعيد مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع شهر رجب الحرام رجب الأصب وفي رواية أخرى الأصم شهر الفضيل. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. إذن الاستعدادات بدأت وإلا العرض تقريبا حاضر وثم مواعيد ثم بدأت يعني ربما العروض تتبلور ملامحها في الأشهر الفضيلة القادمة. أعطيني شوية تفصيل على ما ينتظر عرض القلة. الحقيقة احنا معنا تلمينا توا معنا جروب كاملة معنا كل واحد يقضي لي تاش نتاعه صحيح معنا بداوا بالحقيقة معنا عندنا تقريب عروض في رمضان إن شاء الله في مارس إن شاء الله زاد عندنا شوية وعود حتى المهرجانات معنا الصيفية مهرجان سعيد أبو بكر بالمكنين طبعا بالمكنين أكيد مهرجان جديرة زاد الله يرحمه مهرجان جديرة الأديب الشعبي الكبير محمد خضر جديرة في جوان كل عام هكا هو مهرجان دولي أي دولي للشعر الشعبي. نعم حيو بالمناسبة أخونا الأستاذ حمادي بوريقة صديقنا اللي كان مدير المهرجان لفترات يعني متعددة. أيوة جاء هو معنا سي حمادي بوريقة معنا معنا في الجروب في التوضيح معنا كيما في التوضيح الركحي سي حمادي معنا كما قلت لك معنا فما كما نقولوا معنا فما شوية عروض إن شاء الله في في مارس والعرض كما تعرف معنا مازال في بداياته معنا بشوية بشوية إن شاء الله معنا نمشيو و معنا كما نقولوا معنا نمشيو زاد للبرجة بلايس ولابد تعرفنا والجو يعجبها وتكتشف العرض القلة جديد تقول لك شنو القلة شنو القلة يا أخي مزود يا أخي صوفي يا أخي عوامري نقول لهم راهو عرض معنا معنا شامل فيه كل شيء الا الشلقه معنا اللي يحب الصوفي على ذكر المزود فما ايضا معناها في سياق معين نتصور في سياق معين المزود العريق الصوفي تراثي العتيق نتاعنا مش بالشكل العصري اللي الحقيقه انا معناها نفضل المزود بالفرنسيه البيور معناها اللي من غير معناتها مي المهم خويا سمير حبيت نسالك على إدارة عرض كما هكا معناها شنو يلزمها من استعدادات حتى على مستوى اللباس يعني المفروض أنه مكلف بإدارة العرض كل شيء تقرأ له حسابه هكا ولا صحيح صحيح. بالنسبة للزي انطلقنا ديجا نحضروا في زي مزيان بالإضافة لسي حمادي بوريقة في التوضيب الركحي عنا مكلف بالإعلام اللي هو أكيد راك تعرفه سي زياد سي طارق عويدان أي سي طارق صديقنا مكلف بالإعلام أيضا في المهرجان وفي تبارك الله ناس على مستوى الجهة الكل تحية ليه خونا طارق. نعم عنا سي غازي الأسود في الإخراج والكوريغرافي عندنا سي نصري نصر الدين المرابط في التنظيم واكيد واكيد كل اخر غازي في رمضان شهرنا الكبير في رمضان باش نجبدوا افكتيفمون كل عرض صاف كامل معناها بالاضافه للعازفين والفنانين كل عرض يتولد سي زياد اكيد يكون عنده انتاج خاص هيك ولا نعم تصنى بسي رمضان الهلالي اللي هو شاعر معروف مهمه جدا النقطه هذه لانه بدا يكتب في برشا عروض ناخذ شوية من كل شيء بطرف اللي هي معناتها ما هو متداول وما هو تراثي وما هو عتيق
ونعملوا به عرض. لكن الإضافة الحقيقة المهمة في عرض القلة أنه فما يعني ما هو خاص بها، هات نحكيوا عليه معك سي سمير. اتصلنا كما قلت لك بسي رمضان الهلالي، بدأ يكتب لنا في بعض الغنيات، أكيد مش تكون فيهم غناية موجودة فيها كلمة القلة، مش تكون هي معناها الغناية اللي مشهور بها العرض. وان شاء الله نوعدوكم، احنا نوعدوا الجماهير والمشاهدين بقدره ربي مش يلقاو. والالحان بتكون لشكون جماعيه معناها؟ الالحان موجودة. عندنا الملحنين في المكنين، وما شاء الله جهه الساحل كلها تزخر بالطاقات. نعم. بالوزانه جميع الانماط معناها، فما شكون مختص فيها ومبدع فيها. نحب نختم معاكم ايضا بالانشاد اللي الحقيقه امتعتونا في الوصله السابقه، لكن قبل ذلك صاحب العرض طبعا خونا غازي عمام، ونخلي لك الكلمه، تفضل شنو هي الاضافه ولا التحيه ولا الشكر ولا الرساله اللي تحب توجهها ولشكون؟ اول حاجه نحب نقدم تحيه معناها للافراد او الحاجه اللي معنا اخواتي على باشا اللي معنا، ما نحبش معنا نذكر برك الله 40 دون ستاف تحب لك معنا مده مش تذكرهم الكل، مشكورين مشكورين لكل. زاد نقدم تحيه للباس التقليدي هذايا نتاع سنجيب فرح اللي معنا نورنا هذايا معنا من تصميمه هو، يعطيه الصحه، خاصه معنا للحسه سنجيب ولد المكنين ايضا، ولد المكنين محمد الشملان. نعم نجلو تحيه ان شاء الله معنا نشوفوا معنا عرض ممتاز ان شاء الله، عرض قله فيه معنا كل شيء، وان شاء الله كيما اول عرض في مدينه المكنين ننطلقوا منه ان شاء الله. نبداو بالطبيعه من المكنين ما تخرج الصدقه لما تشبع معناها هكا ولا سي سمير قبل ما نسمع شويه في وصله ثانيه نخلي لك ايضا الكلمه تفضل. جبدت بكري سي زياد على المكنين وجبدت على عوامرية، قلت راهي البلاد نتاعها هي سيدي عامر. لا قلت ما قلتش بلاد سيدي عامر، قلت نسبة إلى الولي الصالح سيدي عامر. لا ما قلتش افكتيفمون عندنا عناصر معانا من سيدي عامر. مرحبا. من الساحلين طبعا، من مستير ومن سوسة وعندنا كل شيء. حاولنا باش ناخذوا الحاجات الباهيه باش نعملوا نلموهم في عرض. نعم. يطلع بصوره مزيانه. تبارك الله، معناها تونس كلها زاخره، احيانا تلقى جهه واحده وسط ولا شمال ولا جنوب، يعني مدن مجاوره ولا قرى مجاوره، وكل قريه عندها ميزه خاصه بها في الفن الشعبي. صحيح. في الصوفي، في التراثي، في اللباس، احيانا في الوسط الغربي ولا الشمال الغربي ولا الجنوب غربي ولا شرقي ولا وسط ولا ساحل ولا غيره، تلقى زوز قرى متجاوره لكن اللباس نتاع العروسه يختلف بيناتهم كيلومتر، معناها يدلك على الثراء والتنوع نتاع المخزون التراثي التقليدي التونسي، سواء كان المادي والا اللامادي. مشكورين. نختموا بالفن بالطبيعه، شنو باش تسمعونا في هذا اليوم المبارك؟ ركبت على بلادكم وبديت نشوف، ركبت على بلادكم وبديت نشوف، ظهرت لي جبال بعد زراقو، شفت الدمع من عين وعين تحوت، يا شفت الدمع من عين وعين تحوت، هيا ونقوي من زراقو، كيف نعمل يا ربي من فراق الأحباب، بعدوا بالرحلة وانقطعت الزيارة، نعمل يا ربي من فراق الأحباب، بعدوا بالرحلة وانقطعت الزيارة، ليش يا محبوبي بدلتني بغيري، ليش يا محبوبي بدلتني بغيري، يهليني النية وشفيت يا الغدا، يا ربي من فراق الأرض
باري والحجار عند الناس يطيبوا بالنار كيف نعمل يا ربي من فراق الأحباب بعدوا بالرحلة وانقطعت الزيارة. جميلة من عرض القلة للفنان غازي عمامه صاحب العرض حكينا عليه وعلى العرض، وأيضا الفنان سمير الحاج حمودة المكلف بإدارة العرض. إن شاء الله نشوفكم في قادم الأيام متألقين على ركح العديد من المسارح والفضائيات في كامل تونس. مشكورين جزيلا، شكر تحياتنا من خلالكم لأهالي المكنين فردا فردا أينما كانوا، سواء كانوا في المدينة ولا في أي مكان من العالم. تحياتنا لكم جميعا، عطلة نهاية أسبوع مريحة للجميع، قلوبنا تهفو إلى الأقصى في هذه الجمعة المباركة. نترحم على الشهداء وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله لا محالة، والمجد لفلسطين يا رب.